يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشه التلفزيون المصري من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذ. صباح الخير عليك يا جوانا، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. في شك ان مصر وعلى مدار العشر سنين اللي فاتوا قطعت شوط كبير جدا وغير مسبوق في ملف القضاء على المناطق العشوائيه. هي يعني مجهود كبير ومجهود تاريخي اكدت فيه مصر نجاحها في انهاء هذا الملف وغلقه بالكامل ونهائيا، ده طبعا بعد الجهود اللي تمت في نقل الاسر من مناطق غير امنه لشقق جاهزه وعمارات سكنيه جاهزه ومتشطبه، مناطق حضريه فيها كل سبل الراحه والامان والعيشه الادميه المعبره عن تقدير الدوله لمكانه المصري المواطن المصري. صحيح يا شاذ، يمكن هذا الملف الحقيقة كان من أكبر الملفات اللي كان فيها تحديات للدولة المصرية، ويمكن لو حضراتكم فاكرين كان عندنا زمان جهة اسمها صندوق تطوير العشوائيات. هذه الجهة هي الجهة المنوطة بملف تطوير وإزالة المناطق الخطرة والغير مخططة لإعادة تسكين مواطنيها مرة أخرى. الصندوق بعد ما نجح في تنفيذ استراتيجية الدولة والقيادة السياسية المصرية كمان قدرت أنها تقضي على المناطق العشوائية بالكامل، غير اسمه وأصبح صندوق التنمية الحضرية، زي بالضبط ما هذه المناطق كمان يشتغل تم تغييرها. صحيح، وتغيير اسم الصندوق ده طبعا لاعتبارات كتيرة جدا، لأنه مهام الصندوق كمان اختلفت، ما بقتش مقتصرة فقط على تطوير العشوائيات، لكن مهمتها الأساسية إقامة تنمية شاملة جوه المدن المصرية. التطوير ده ترجمته تطوير حياة المواطن المصري بشكل متكامل، تطوير اقتصادي وبيئي ونفسي واجتماعي عشان الناس بالفعل تحس بالأمان. يمكن عشان كده الصندوق بيأكد على الاستراتيجية اللي رسمتها له الدولة المصرية والقيادة السياسية، وبيعلن لأول مرة عن طرح وحدات سكنية جديدة في مجموعة من المحافظات المختلفة زي القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، أيضا الدقهلية. الوحدات دي هتتسلم كاملة المرافق خلال سنة مع وجود تسهيلات في أنظمة الدفع. بكل تأكيد مصر حريصة على توفير السكن اللائق لجميع المواطنين، خصوصا وأن بلدنا دلوقتي بتمتلك مقدرات ومقومات لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح للميا ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات. يا لميا صباح الخير. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا، وده هيكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وده كمان هيبقى مع وجود لنشاط للرياح على بعض المناطق في أقصى السواحل الشمالية الغربية، هتكون على فترات متقطعة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 25 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 30 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 22 درجة. ونتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا في صباح الخير يا مصر دايما بنبدأ معاكم بالتذكرة لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الفريق أسامة عسكر رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة عاد إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة إيطاليا. والهيئة الوطنية أعلنت عدم تلقيها أي طعون على قرارات اللجان العامة بانتخابات الرئاسة. كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح هبوط 305 طائرة بمطار العريش نقلت 8500 طن من المساعدات لغزة منذ 12 أكتوبر. تفاصيل الأخبار دي وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عاد إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة إيطاليا اللي استمرت عدة أيام، والتقى خلالها بالفريق أول بحري جوس بيكافو دراغوانا رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالي بمقر رئاسة هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالي، وأجريت مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقى
تحقيقات السلام الوطني لكلا البلدين الصديقين. أيضا عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية، وأيضا التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالمنطقة. امبارح أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عدم تلقيها أي طعون على قرارات اللجان العامة بالانتخابات الرئاسية خلال المدة المحددة لتلقي الطعون اللي انتهت مساء الخميس. ووفقاً للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، بدأت الجمعة فترة البت في الطعون المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات وفي قرارات اللجان العامة، واللي تستمر لمدة يومين الجمعة والسبت الموافقين 15 و16 ديسمبر 2023، وتعلن النتيجة النهائية وتنشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين. امبارح وصل عدد الطائرات اللي استقبلها مطار العريش وبتنقل مساعدات إغاثية لغزة منذ أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة اللي اندلع في أكتوبر الماضي 305 طائرة نقلت نحو 8500 طن من المساعدات الإغاثية وسيارات إسعاف ومستشفيات ميدانية وأدوية موجهة لقطاع غزة. وتسلم الهلال الأحمر المصري الشحنات ونقلها على شاحنات من العريش لمعبر رفح وصولاً لقطاع غزة. أما بالنسبة لأبرز وأهم الأخبار اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، ففي مجموعة كبيرة من الأخبار، من أهمها إنجاز 91% من أعمال مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام بمحافظة الغربية. كمان مرسى علم هتستقبل 20,000 سائح خلال أسبوع. كمان معنا الكشف على 1370 مريض في قافلة طبية، واستحداث شنايش جديدة لتصريف مياه الأمطار في حي الجمرك بالأسكندرية، وأخبار تانية من محافظات أخرى نتعرف عليها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن محافظة الغربية أعلنت أن مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بسبر باي المقام على مساحة 13,100 متر مربع بيسير على قدم وساق، وأن الانتهاء منه هيكون في أقرب وقت، ووصلت نسبة الإنجاز فيه 91%، وأن المستشفى هيخفف الضغط على مستشفى المنشاوي العام وهيقدم خدمة طبية على أعلى مستوى تليق بكل فئات المجتمع. هيستعد مطار مرسى علم الدولي لاستقبال 100 رحلة طيران سياحية دولية قادمة من مطارات مختلفة في أوروبا، بتقل على متنها ما يقرب من 20,000 سائح على مدار الأسبوع المقبل ابتداء من يوم السبت وحتى يوم الجمعة القادمة قبل بدء احتفالات عيد الكريسماس، وده وفقاً لجدول تشغيل الرحلات المعلن في المطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة ومراجعة لإجراءات الأمن في صالات الوصول والاستقبال. الهيئة العامة لقصور الثقافة هتطلق فعاليات الملتقى الثقافي 14 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة ضمن مشروع أهل مصر بعد اليوم السبت بمحافظة أسوان، وبتستمر فعالياته حتى 24 ديسمبر الحالي. مديرية الشؤون الصحية في محافظة الأقصر أعلنت الانتهاء من الكشف على 1370 مريض في قافلة علاجية لأهالي إدارة الزينية بوحدة الزينية بحري، وتضمنت القافلة التخصصات نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الجلدية، البطنة، الرمد، الجراحة، العظام، خدمات الأشعة والتحاليل، الصيدلية، بالإضافة إلى الكشف العشوائي. شركة الصرف الصحي بالإسكندرية انتهت من أعمال إنشاء شنايش لتصريف الأمطار في نطاق حي الجمرك بالإسكندرية ضمن الاستعدادات للتعامل مع سقوط الأمطار. محافظة مطروح أعلنت انطلاق فعاليات العيد القومي لمحافظة مطروح في الذكرى 108 لانتصارات قبائل مطروح في 15 ديسمبر 1915 على العدو الإنجليزي في معركة وادي ماجد الشهيرة، وبدأت فعاليات احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومي بأداء قيادات مطروح وعمد ومشايخ وعواقل القبائل صلاة الجمعة في الجامع الكبير بوسط مدينة مرسى مطروح، أعقبها إيقاد الشعلة من أمام ديوان عام المحافظة ابتهاجاً بالعيد القومي. محافظة البحيرة أكدت بدء أعمال رصف 4 طرق ضمن الخطة الاستثمارية باعتمادات مالية وصلت ل 77.3 مليون جنيه، وتضمنت أعمال رصف الطرق أعمال التكاسي وإنشاء سور وطبقة الأساس بطريق كورنيش دمنهور حتى محور المحمودية، مع استكمال رصف طريق جسر مصرف كوم حمادة بطول كيلومتر بمركز الدلنجات، وطريق مدرسة الزراعة بطول 2 كيلومتر بمركز بدر وبتكلفة تقدر ب 8.7 مليون جنيه، مع استكمال طريق كورنيش رشيد بطول 1.3 كيلومتر بمركز رشيد.
زميلنا كريم بيفرس مراسل صباح الخير يا مصر عمل لقاءات خاصة جدا مع سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية المرسلة لأهالينا في قطاع غزة، وليهم كل التحية طبعا والتقدير. ويعني زي ما بنتابع مع حضراتكم على طول، هم مرابطين هناك بقالهم يعني من أول من بداية هذه الأزمة الحقيقية، يعني أكثر من شهرين مستعدين للدخول في أي لحظة. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا اللقاء، نرجع على طول. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا دائما نتابع استمرار توافد هذه الشاحنات المحملة بأنواع مختلفة من المساعدات الإغاثية للأشقاء في فلسطين، ولكن دائما ما كنا نسمع عن ماهية هذه المساعدات وأشكالها، وهل هي بالقدر الكافي أم لا. بالطبع هذه المساعدات التي تدخل إلى القطاع في غزة ليست كافية إلا 10% فقط من احتياج الأشقاء في فلسطين، ولكن الآن سنلقي نظرة داخل هذه الشاحنات وسنقوم بحوار مع سائق هذه الشاحنات وإلى متى ينتظرون ولماذا في الأساس يفعلون هذا. سنتحرك الآن إلى واحدة من الشاحنات المحملة ببعض المساعدات الإغاثية، سنعرف ما هي هذه المساعدات الآن. إذا نظرنا داخل يعني هذه الشاحنة سنرى ربما جزء من البطاطين أو الأغطية والمساعدات التي ممكن أن يعني تساعد الأشقاء في فلسطين على مجابهة فصل الشتاء. هذه ربما يعني شاحنة فقط من مئات الشاحنات التي تصل للعريش ورفح بشكل عام، ويستمرون في الجلوس في هذه الأماكن في الشارع سائقي السيارات لفترات طويلة جدا من أجل يعني هذه اللحظة المناسبة للدخول للأشقاء في فلسطين. والآن يعني سنجري حديث مع أحد السائقين. برحب بحضرتك الأول يا فندم. مرحبا فندم. قل لي كده، أنت بقالك قد إيه هنا وأنت ليه واقف أصلا هنا؟ إيه اللي خليك تستنى كل ده؟ يا عم إحنا أهلنا في غزة نستناهم سنين، مش وقت ولا حاجة، وده مش تعب ليهم، بالنسبة ليهم هم مش تعب ده، بس إحنا عايزين يعني إيه نخش على طول. ما ينفعش إن هم محتاجين الحاجة دي هناك وإحنا واقفين هنا. أنت بقالك قد إيه هنا؟ بقالي 10 أيام هنا. 10 أيام؟ وفي ناس بقالها 20 يوم وفي ناس بقالها شهر هنا. دي اول مره تيجي ولا جيت قبل كده؟ لا اول مره اجي. ولو جات لك الفرصه بعد التعب ده كله انت تيجي تاني، هتيجي تاني؟ اجي تاني على دماغنا من فوق. شكرا ليك جدا وشكرا لتعبكم دايما معانا. ودي نظره كده عن واحده بس من الشاحنات، لكن الحقيقه انه الشاحنات بس مش مقتصره على البطاطين او الاغطيه او غيرها من المساعدات الخاصه بمجابهه فصل الشتاء، لكن كمان الحقيقه في جزء كبير جدا من هذه الشاحنات هنبص عليها فيها مواد غذائيه، فيها ادويه. يمكن الشاحنه دي كمان اللي احنا بنتوجه ليها دلوقتي فيها جزء كبير من المساعدات والمستلزمات الطبيه اللي هي في قطاع غزه في امس الحاجه ليها الحقيقه. يعني يمكن نتكلم دايما عن انه المستشفيات تم قصفها بقوه غشيمه من الاحتلال، بنتكلم على انه المستشفيات دلوقتي 50% منها ويمكن اكتر خرج بالفعل عن الخدمه تماما، عشان كده في مساعدات المستلزمات الطبيه ليها اولويه. هنبص دلوقتي داخل يعني هذه الشاحنه اللي جواها بعض من المستلزمات الطبيه. يعني استاذ ارميا تعالى نبص داخل جوه الشاحنه من هنا، هنلاقي هنا مثلا على سبيل المثال ادويه معينه، مسكنات، هنلاقي قطن، هنلاقي سرنجات للإبر اللي بيتم استخدامها، هنلاقي حاجات اهي كمان للأطفال، بالإضافة كمان انه يكون في حاجات تانية يعني مستلزمات طبية للمستشفيات بشكل عام. ده عدد كبير جدا طبعا على مسافة الشاحنة، في مليانة بي كل الكراتين دي، ويمكن ابرز حاجة زي ما احنا شايفين كده المسكنات او السرنجات او حتى القطن. طبعا في أدوية اكيد يعني موجودة لكن بتروح طبعا للتلاجات وده بنحتاجها في التلاجات. خلينا نتكلم برضو مع يعني باقي الرجال اللي كانوا يعني متواجدين ومرابطين الحقيقة أمام الشاحنات. في البداية قولي كده إيه الهدف من أنتوا بتعملوا ده؟ هل ده يعتبر مجرد شغل بس ولا ممكن تقول إن هي مشاركة بشكل أو بآخر للقضية الفلسطينية؟ لا هو ديت مشاركة لإخواننا في فلسطين، ما فيش فيها أي موضوع في الشغل ولا أي حاجة. وإحنا هنا كلنا كل الحافلات الموجودة بالبرادات ده كله كلنا بنساند إخواتنا في فلسطين. ده شايف إنه تبرعات أو مساعدات أو حاجات إغاثية من الشعب مباشرة زي ما احنا بنسمع، ولا هي مجرد بس شركات بتشارك وخلاص؟ حضرتك أولا أنا مندوب عن المتبرعين، تمام. احنا هنا حضرتك معايا ثلاث شاحنات، في أدوية، في دي بطاطين، في مواد غذائيه وبطاطين برضو. كل ده من الناس عادي من الشارع المصري؟ كل دوت من الشعب، ما فيش جمعيه ولا في اي حد متبرع بجنيه واحد من الكلام دوت، كل دوت تبرعات من الشعب نفسه.
كبطاطين او اي حاجه بيستثمر، يعني اي حد بيجي عايز يتبرع احنا بنقف معاه وبنجمع بنوصل رسالته لغايه ما يوصل لغايه المسؤولين والناس اللي هي تستاهلها ان شاء الله. شكرا ليك جدا. طيب حضرتك ممكن اعرف منك بقال حضرتك قد كده هنا، بقالك كام يوم هنا، ومستعد تقعد قد ايه عشان خاطر تنفذ اللي انت نفسك تعمله؟ احنا دلوقتي حضرتك بقالنا اكتر من 15 يوم، داخلين على 15 يوم دلوقتي، ولو قعدنا اكتر من كده احنا ده حقهم علينا، يعني حق فلسطين علينا ان احنا نقعد اكتر من كده تاني، ولو في اكتر من كده هنديهم. شكرا لحضرتك جدا جدا. دي نظرة دايما او مثال صغير عن الشعب المصري قد ايه ممكن يضحي عشان خاطر الاشقاء الفلسطينيين، ومش بس كده كمان عشان عارف انه مجرد فكرة التهجير ازاي هتأثر على بلده، ان هو لا يمكن في يوم من الايام ان هو يفرط في اي رملة من تراب بلده، وفي نفس الوقت كمان مش هيسمح ابدا بالقضاء على القضايا الفلسطينية. خلينا برضو نسمع اراء بعض يعني الرجال اللي موجودين هنا. الشاحنة دي يعني اكيد برضو جواها مستلزمات ومختلفة، يعني ممكن تقولي كده الشاحنة دي جواها ايه وبقالك قد ايه هنا؟ والله يا فندم احنا بقالنا هنا داخلين في 15 يوم، والشحنة البرادة فيها لمؤاخذة أغذية وبطاطين ودقيق وحاجات يعني حاجات غذائية وبطاطين مساعدات لإخواتنا. طب أنت بقالك بتقول 15 يوم قاعد أهو، ممكن أسألك، أنت عارف أنه طبعا زمايلك اللي بيخشوا لحد قطاع غزة، مش خايف لما تخش تتعرض لأي نوع من أنواع الأذية؟ والله يا فندم إحنا دول إخواتنا ومفيش خوف، احنا اقوى من اي حد، الحمد لله احنا اقوى من اي حد، والاخوات لازم يكونوا مع بعض في وقت الشده. فلسطين على دماغنا كلنا. شكرا لحضرتك جدا جدا جدا. ودي برضو نظره عامه، يعني يمكن اهي شاحنه تانية مليئه زي ما شفنا مواد غذائيه، بطاطين، مستلزمات معيشيه مختلفه للاشقاء في فلسطين. الشاحنات ممتلئه، مش زي دايما يعني كنا بنسمع اشاعات انه لا يا جماعه الشاحنات فاضيه بس الشاحنات مش موجوده، لا الشاحنات ممتلئه والناس مستعده ان هي تقعد الحقيقه ايام وايام وايام عشان خاطر القضيه الفلسطينيه وعشان خاطر الوقوف مع الاشقاء في فلسطين. كريم بيبرس من مدينه العريش محافظه شمال سيناء، التلفزيون المصري. طبعا احنا عارفين ان التصعيد ده بدا يوم 7 اكتوبر، بعدها بيومين ثلاثه بالكثير قوي بدات بالفعل الشاحنات بتتحرك من القاهره، اصطفت في العريش لحين تجهيز هذه الشاحنات وانطلقت لمعبر رفح استعدادا للدخول من قبل حتى ما يكون في كلام عن السماح بدخول هذه المساعدات. كل الناس اللي كانت واقفه هناك دي، في ناس واقفه هناك بقالها شهرين سايبين بيوتهم وسايبين اهاليهم وسايبين عيشتهم وسايبين كل حاجه وقاعدين هناك مرابطين مستنيين ياخدوا دورهم عشان يدخلوا. طبعا كل التحيه ليهم وكل التقدير للمجهود الكبير اللي بذلوه. بالمناسبه يعني الارقام بتقول ان اكثر من 80% من المساعدات اللي دخلت قطاع غزه هي من مصر، في الاساس من مصر بمجهود مصري، التكلفه مصريه كل حاجه. والاهم من ده كله ان في حاله وعي عند سائقي هذه الشاحنات، بدات ترجع مره ثانيه فكره احنا بنخدم اخواتنا، احنا بنساعد القضيه الفلسطينيه. صحيح يا شاذلي، يمكن على قد الحقيقه ما انا سعيده وفخوره بكلام السائقين المصريين الحقيقه، لكن انا مش مستغربه ولا بالنسبه لي دي مفاجاه، بالعكس احنا طول عمرنا الحقيقه اي حد يعني فكر او حد يقدر ان هو فعلا يساعد اهالينا في قطاع غزه، وعلى فكره بنفسه مش مجرد لا بتبرعات ولا صحيح. حتى بمجرد دعم معنوي بجد، اللي هيقدر ان هو يروح ويساعد محدش فينا هيتأخر. اللي بيشوف اللقاءات دي وبيتابعها ومخدود أو متفاجئ، لا هو ده المعدن المصري على فكرة، من أبسط حد لأي حد موجود في مصر، هو ده، هي دي روح المصرية، وهي دي النخوة اللي بتبقى عند المصريين على فكرة، ستات ورجالة وأطفال. صحيح. هي دي النخوة اللي عندنا كلنا، مش مستغربين وليهم كل التحية وليهم كل التقدير. ويعني كمان الظروف هناك يعني حتى لو تابعوا حضراتكم معانا دايما بيبقى معانا يعني بننقل مباشر، بيكون معانا كاميرا صباح الخير يا مصر وبيكونوا مراسليننا موجودين هناك. الظروف هناك مش اسهل حاجه ومش الطف حاجه، الجو مش سهل ابدا، ان كان حتى الناس اللي كانت بتروح عشان تحاول ان هي تساعد في ترتيب الشاحنات وان هي ترتب المساعدات اللي تبقى جوه الشاحنات، الظروف بتبقى صعبه جدا. وقت كانوا بيناموا جنب الشاحنات كمان. صحيح. في خيم يعني في خيم، وفي الوقت اللي هو بالفعل الجو ابتدى يبقى برد فيه الى حد كبير، الاجواء مش مستقره وما الى ذلك. فبجد يعني احنا
بنشكرهم وبنحييهم وكل التحية والتقدير ليهم. كمان كل التحية والتقدير لمراسلين صباح الخير يا مصر اللي موجودين هناك معانا، إن كان من مطار العريش، من أمام معبر رفح، كل الشكر والتقدير ليهم. برضو زميلنا كريم بيبرس قاعد هناك بقاله كتير جدا، فيعني مرة تانية كلنا الحقيقة أي مساعدة هنقدر نعملها، إن كان بس عشان حتى نساعد أشقائنا في غزة أو حتى لنقل ما يحدث هناك يا شاذلي لحظة بلحظة، مش هنتأخر عنه. وده مش يعني مش هنقول إن ده حاجة بنعملها يعني تفضل مننا، لا ده واجب وده حقهم علينا. كل واحد فينا طبعا باللي يقدر يعمله بيعمله. يعني احنا شفنا من البداية الناس اللي راحت اتبرعت بالدم عشان نساعد اخواتنا في قطاع غزة، الناس اللي اتبرعت بفلوس، الناس اللي اتبرعت بمجهود، فكل واحد الحقيقي بيبذل اقصى ما عنده لمساعدة اخواتنا في قطاع غزة. على كل لسه فقراتنا مستمرة مع حضراتكم، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. نصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ولطيف على السواحل الشمالية ومائل الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا، وده هيكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وده برضو هيكون مع وجود نشاط للرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وهتكون على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حاله الجو النهارده. احنا طبعا ما زال استقرار في الاحوال الجويه هو اللي اثر معانا خلال اليوم، يمكن كمان على مدار هذا الاسبوع كله استقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير. اغلب الايام بيأثر علينا وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بالشكل الكبير، يعني عدم وجود سحب مؤثره، فبالتالي في ارتفاعات في قيم درجات الحراره اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين لثلاث درجات. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة متوقع ان هي تسجل 25 درجة مئوية، فده اعلى من المعدل. هنحس بيه الطقس الدافي المعتدل تماما خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية، لكن فترات الليل مع غياب اشعة الشمس طبعا اللي هي مصدر التدفئة بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده بيكون ملموس اكثر في فتره الفجر وفتره الصباح الباكر، الاوقات دي بنسجل فيها قيمه درجه الحراره الصغرى اللي هي اقل درجه حراره بنسجلها على مدار اليوم كله، بتوصل ل 14 و15 درجه مئويه على القاهره الكبرى، فبالتالي اجواء فتره الليل هتظل اجواء بارده في معظم محافظات الجمهوريه. كمان دايما في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه دايما الظاهره الجويه اللي بتكون مؤثره بشكل كبير هي الشبوره المائيه. شبورة مائية بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، واللي ممكن تكون كثيفة أحيانا في بعض الأماكن، يعني يكون معها مزيد من الانخفاض في الرؤية الأفقية، لكن هي أيضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. يعني كمان ساعة بالكثير إن شاء الله الشبورة المائية تختفي من على أغلب الطرق وتحسن الرؤية الأفقية. اليوم الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، غدا إن شاء الله متوقع استمرار ارتفاع قيم درجات الحرارة وفرص أمطار موجودة على بعض الأماكن من سواحلنا الشمالية الغربية، لكن هي فرص أمطار خفيفة ونسب الحدوث لا تتجاوز 30 أو 40%، فبالتالي أيضا استقرار في الأحوال الجوية. وإن شاء الله مع يوم الاثنين تبدأ درجات الحرارة تتجه مرة أخرى نحو الانخفاض، تنخفض بمعدل من درجتين لثلاث درجات. فمهم جدا بننصح كل السادة المواطنين في ظل اختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل أو من يوم للتاني لازم ناخد بالنا من نوعية الملابس، نظل نرتدي الملابس الشتوية ويكون معنا جاكيت خفيف واحنا خارجين دايما فترات الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر. مهم كمان قائدي المركبات والمسافرين على الطرق ياخدوا بالهم من الشبورة المائية، لازم تكون القيادة باستخدام ونشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات. طبعا لازم نتبع كافه تعليمات المرور ولازم المتابعه اليوميه للنشرات الجويه، لان احنا خلاص بيفصلنا عن بدايه فصل الشتاء حوالي اسبوع، الفتره دي بتبقى فتره قليله وارد يحصل تغير في خرائط الطقس من يوم للتاني. طيب في نشاط للرياح في بعض المناطق، كلمينا الرياح دي محمله برمال واتربه وممكن تاثر على مرضى الحساسيه ولا لا؟
هو اليوم طبعا الحمد لله نشاط رياح نسبي، يعني مش هنحس بيه بالشكل الكبير، فبالتالي ما فيش اي اتربه ورمال مصار في اي منطقه من مناطق الجمهوريه. الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير، وده بيدي مردود كبير على مسطح البحر الاحمر والمتوسط. ده بيعمل اعتدال في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط. ارتفاع امواج لا يتجاوز 1.5 متر، والبحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. مفيش اي اتربه ورمال مصاره متوقعه على مدار هذا الاسبوع كله ان شاء الله. نسبه الرطوبه النهارده كام يا فندم؟ نسب الرطوبه خلال فترات الليل في المناطق الشماليه بتكون ما بين 80-85%، خلال فترات النهار بتكون ما بين 30-40%. بالنسبه للمناطق الجنوبيه، لان احنا كل ما تقدمنا للمناطق الداخليه كانت نسب الرطوبه اقل، لان دايما نسب الرطوبه العاليه بتبقى في المناطق القريبه من السواحل وخاصه سواحل البحر المتوسط. فنسب الرطوبه في المناطق الجنوبيه لا تتجاوز 60% خلال فترات الليل، خلال فترات النهار ما بين 20-30%. فنسب الرطوبه مش مرتفعه بالشكل الكبير الممكن ياثر على احساسنا بدرجه الحراره. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة اللي العظمى فيها 25 والصغرى 16، العاصمة الإدارية 25-14، اسكندرية 25-13، العلمين الجديدة 24-12، مطروح 24-13، دمياط 24-14، بورسعيد 24-14، الإسماعيلية 25-13، السويس العظمى فيها 25 والصغرى 14، العريش 24-12، كاترين 22-5، طابة 25-15، حلايب 27-21، شلاتين 29-20، شرم الشيخ 28-18، الغردقة 28-18، الفيوم العظمى فيها 25 والصغرى 11، بني سويف 25-11، الوادي الجديد 29-10، أسيوط 26-10، سوهاج 27-12، قنا 28-13، الأقصر 29-13، وأخيرا أسوان العظمى فيها 30 والصغرى 15. مشاهدينا، دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية لجمانة وشازن نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لمس. مشاهدينا دلوقتي خلينا نروح نتعرف مع حضراتكم على أهم وأبرز الأخبار المقرر حدوثها بإذن الله النهاردة، واللي هنستعرضها مع بعض في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتبدأ النيابة الإدارية إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023 ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني للبيانات، وده هيكون في مقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة 6 أكتوبر اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى 2:30 عصراً. النهاردة هتقيم دار الأوبرا المصرية حفل الأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة عازف البيانو الإيطالي جوسيبي أندالوراو بمناسبة مرور 150 عام على ميلاد الموسيقار الروسي العالمي سيرجي راخمانينوف. الحفل هيبدأ في 8 مساء على المسرح الكبير تحت عنوان وداعا راخمانينوف. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراة قوية في إطار الجولة 9 من عمر المسابقة، هيلتقي الإسماعيلي مع إمبي في تمام الساعة 7 مساءً. النهاردة أيضاً العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 5 مباريات قوية في إطار الجولة 17 من عمر المسابقة، هيلتقي بيرنموث مع لوتون تاون الساعة 5، في نفس التوقيت هيلتقي تشيلسي مع شيفيلد يونايتد، ومانشستر سيتي مع كريستال بالاس، ونيوكاسل مع فولهام، و7:30 هيلتقي بيرنلي مع إيفرتون. حتى الآن ما زالت محاولات قوات الاحتلال محاولات بائسة من أجل تحقيق اختراق منطقة الشجاعية برين، إلا أن قوات الاحتلال حتى الآن تلقت ضربات موجعة من المقاومة الفلسطينية وفشلت حتى اللحظة في الدخول بشكل كامل رغم استهداف حي الشجاعية بأكثر من 60 صاروخ حتى الآن. طبعا الشجاعية ليها تاريخ أسود هيئة مع الاحتلال الإسرائيلي، وبتعتبر هدف ليهم من 2014 بعد خطف الجندي شاول أرن. معانا على الهاتف اللواء نصر سالم المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، نتعرف منه على تفاصيل أكتر. طبعا بنرحب بحضرتك يا فندم، وبعد التحية خلينا نعرف من حضرتك التقييم العسكري للخسائر والضربات اللي تلقاها الاحتلال الإسرائيلي منذ اقتحامه في لحي الشجاعية بشكل بري. صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين في كل مكان. طبعا العملية من أولها
زي ما بنقول ان الجيش الاسرائيلي اثبت فشله الكامل في تحقيق اهدافه العسكريه. هو يريد فقط الضرب عن بعد، يريد قتل المدنيين العزل، يريد العمل على الخاصره المدنيه الرخوه. اما مواجهته لاي مقاتلين فالنتيجه زي ما احنا شايفين في الشجاعيه، وزي ما احنا شايفين في جباليا، وزي ما احنا شايفين في غزه وفي خان يونس وفي كل المناطق دي، في اي مواجهه مع المقاومه هم اللي بيخسروا دائما القتلى بتوعهم. ويكفي اخر حاجه لسه هم ضربين ثلاثه من الرهائن بتوعهم قتلينهم. اكثر جيش في العالم بيقتل بعضه بنيران صديقه هو الجيش الاسرائيلي، وده ناتج لسبب بسيط جدا، حاله الرعب والفزع. يعني لو جندي ماشي ومعاه زميله واتضرب عليهم ممكن يضربوا بعض، هم كل واحد فيهم بيضرب في اي اتجاه، ما عندهمش الثبات الانفعالي انه بيقف بيشوف النيران دي جايه منين بيضرب. ما فيش المهاره دي. ده لو زميله سبق بس لتنفيذ مهمه وهو راجع بيضربه، شايفينه ما لا يدل عن ان هناك جيش له كفاءه عسكريه وكفاءه قتاليه. طيب تقييم حضرتك للمشهد بشكل عام، يعني حضرتك قلت دلوقتي انه قوات الاحتلال لم تحقق اي نصر نتيجه تقدمها بريا، ولم تتقدم بري بشكل كامل في منطقه الا وتكبدت خسائر فادحه. لماذا حي الشجاعيه وبنتكلم في اكثر من 60 صاروخ؟ اعتقد ده رقم كبير جدا على هذا الحي. انا قلت لك ان هم من البدايه لا يجيدوا اي مواجهه، وعشان يعمل اي مواجهه بيعمل تمهيد نيراني عشان يضمن انه اسكات او تدمير كامل بنسبه 100% للقوات اللي موجوده قدامه، رغم ان اللي موجودين قدامه ما هماش ما هو له جيش ولا هو شايفه، دول مقاتلين ولكن مقاتلين على درجه من الشجاعه والكفاءه ان هم بيهاجموا من المسافه صفر. ودي المشكله، هو الاسرائيلي عايز يضرب عن بعد فقط، مش عايز لا يشتبك ولا يبقى في اتصال مباشر بينه وبين من يقتله. هو فقط يجيد الضرب بالطيران، بالمدفعيه، بالدبابه عن بعد، انما ان هو يقاتل وجها لوجه هي دي مشكلته. عندنا حي الشجاعيه وكل الاحياء او الاماكن اللي اتضربت واتدمرت بالطائرات دي الكتائب، او لان القوات المقاومه موزعه في كتائب ولها نطاقات او قطاعات مسؤوليه زيها زي اي جيش نظامي، بس محدش منهم ظاهر. يعني هم مش موجودين في الانفاق فقط، لا ده هم تحت الركام اللي الاسرائيليين بيتخيلوا ان خلاص ده ما فيهوش حد، فيفاجئوا من المسافه صفر انه هناك من يهاجمهم. وبالتالي الخسائر الكبيره اللي في القوات الاسرائيليه دي نتيجه حاجتين اتنين. رقم واحد ان هم ما عندهمش اي عمليه استطلاع تقول ان تقدر تحدد فين الهدف اللي يضربوه، ده رقم واحد. رقم اتنين حاله الفزع اللي بتنتابهم لما بتطلق عليهم النيران فيقتلوا بعضهم البعض بالنيران الصديقه. دي السببين اللي المشكله اللي هتواجه الاسرائيليين دائما في اي عمليات اقتحام سواء حاليه او قادمه. طيب سياده اللواء، خليني ارجع لنقطه حضرتك ذكرتها، وهي فكره ان قوات الاحتلال الاسرائيلي بالفعل قتل ثلاث رهائن اسرائيليين عن طريق الخطا. اول سؤال يا فندم، لماذا اعلن او لماذا اعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلي؟ عاده هم لا يعلنوا اصلا عن قتلهم او عن ضحاياهم بشكل ان كان شكل اني او شكل في وقتها، او حتى لا يعلنوا عن الارقام الحقيقيه. ده اول سؤال لحضرتك. تاني سؤال، البعض يتساءل برضو يعني قتل ثلاث رهائن ده ازاي حصل؟ هل بالفعل يعلموا اماكن هؤلاء الرهائن؟ ده ازاي حصل؟ وعلى جانب اخر بالفعل كمان تم اصابه قائد لواء جولاني، وهي تعتبر كالكوماندز الامريكي او القوات الخاصه، بعد اصابه اصلا القائد الاصلي او القائد الاساسي. تمام. يعني شوف حضرتك، على فكره الاول اجاوب على السؤال الاولاني اللي هو بتاع اعلانهم عن الرهائن القتلى. هم الثلاثه اللي اتقتلوا في واحد منهم اهله رفضوا ان هو يتقال اسمه واستاذنوهم من البدايه. اسرائيل
المشكلة الكبرى اللي جسمة على صدر الحكومة الإسرائيلية هي الرهائن والأسرة. ربما الأسرة عندهم قانون اسمه قانون هانيبال، ده بيتيح للجيش الإسرائيلي أن يقتل الأسرة بتوعه هو اللي في إيد أي مقاومة أخرى عشان ما يسببوش ضغط عليه. المشكلة في الرهائن، وبالتالي أعداد الرهائن الموجودين أهليهم على طول بيطلبوهم بيهم فين ولادنا، طب بأي تمن لازم ترجعهم لنا، مش لازم بالقتال، شوفوا المقاومة عايز إيه وادهلها على طول. فهو لما بيعلن قتل اثنين أو ثلاثة النهاردة، ده بيقلل أو بيشيل عن صدره الكابوس من بتاع أهالي هؤلاء الرهائن اللي كلهم بيطلبوه. فهو إيه بقى بعد ما كان العدد 140 أو 150، لا ده بقى نقصه ثلاثة وهكذا. فبالتالي ما يقدرش ان هو يأخر، طالما قتلوا لازم يعلن على طول في وقتها، وإلا بعد كده هيطالبوه بالناس دي. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان الجسامين دي لازم اولا اتفحصت تماما وتأكدوا ان هم اسرائيليين، لازم تسلموا لذويهم. فما يقدرش يقول ان احنا ما مش احنا اللي قتلناهم. ليه؟ لان ايضا التشريح بيبان ان دول قتلوا بنيران اسرائيليه مش نيران مقاومه. فكل الكلام ده لانه هيظهر هو بيتخلص منه وبيعلنه، ما يقدرش يخفيه لانه هيظهر وهيبقى فضيحتهم اكثر، مش وسائل الاعلام فقط ولكن من الجمهور ومن اللي هم المواطنين الاسرائيليين. عشان كده بيعلن وبيعلن بالاسماء، لان هذا ما لا يستطيع ان يخفيه، واخفائه بالنسبه لهم هيبقى مشكله اكبر. طيب نكمل السؤال الثاني بتاع جمانة، هل اصبحت قوات الاحتلال على علم باماكن المحتجزين والاسرى؟ لا لا لا، ما اصل هم المقاومه يعني لديها من الذكاء ما يحرمهم من هذا، من هذه المعلومة. ازاي؟ ان الرهائن مش كلهم في مكان واحد ابدا، ومش كلهم في الانفاق، ده في منهم اللي فوق الارض، وفي منهم اللي في مباني موجودة. يعني لو رجعنا نقول لمن سلموا من الرهائن الاوليين خالص، ولما كانوا بيحكوا انهم كانوا بيقعدوا وبيشمسوا، يعني ما كانوش في انفاق، وكانوا قاعدين في بيوت يعني فيها نوع من الرفاهية، وكان بيتقدم لهم الأكل، وفي أطباء بيكشفوا عليهم وبيتعالجوا. فالمقاومة يستحيل تحط كل البيض في سلة واحدة، دول موزعينهم وموزعينهم بطريقة ما، بحيث أن حتى يبقى نوع من الضغط على متخذ القرار الإسرائيلي أن قد هو يقتلهم بنيران وهو اذا ضرب هذه الاماكن. فبالتالي عمليه التوزيع صعب جدا ان الاسرائيليين، يعني ده بيؤكد ان هم او للاسرى، ده بيؤكد يا فندم ان هم ما خدوش اي معلومه من قبل المحتجزين اللي تم اطلاق سراحهم من قبل من المقاومه، ما قدروش يوصلوا لمعلومه هم موجودين فيه. ده حقيقي، وده اللي المقاومه بتعمل حسابها تماما لما بتتعامل مع الاسرى او مع الرهائن، ان هم ما يقدروش يخرجوا بمعلومه تفيد الجانب الاسرائيلي. يعني هم الفلسطينيين على درجه من الذكاء ومن الخبره من الجانب الاسرائيلي ان هو ما يستفدش نهائي من اي معلومه من هذا الرهين او الاسير اللي بيتم استعادته، بل بالعكس ممكن يستخدموه في تضليل من يستجوبهم يعني بس او تسريب معلومات معينه لهؤلاء الاسرى او الرهائن تضلل من يقوم باستجوابهم. طيب سياده اللواء، يعني الجميع يحلل الحقيقه استراتيجيه قوات الاحتلال الاسرائيلي اللي هي واضحه جدا، وهي سياسه الارض المحروقه واستخدام قنابل كثيفه واعتبار المدنيين ك يعني زي ما بيقال عنهم ان هم خسائر حرب، يعني او خسائر مفترض او معروف انها هتحصل. لكن بالنسبه لاستراتيجيه المقاومه الفلسطينيه على الارض، ازاي بيتحركوا؟ شوفي، المقاومه الفلسطينيين من البدايه هم عارفين ان اسرائيل هتلجأ
إلى هذا الأسلوب اللي هو الأرض المحروقة وتدمير ما تستطيع أن تصل إليه نيرانها من مباني أو منشآت. وبالتالي هم بيتواجدوا باستمرار، يعني القتال بتاعهم إن هم عشان أولاً ما تستنفذش الذخائر أو الأسلحة اللي معاهم ويقللوا تعرضهم وخسائرهم، فبيهاجم القوات الإسرائيلية من المسافة صفر، يعني عايز الطلقة لما يضربها ما يضربش إيه على العدو بتاعه أكثر من طلقة واحدة، ما يحتاجش إنه يضرب طلقتين عشان يموته. وبالتالي هم مدربين على درجة عالية جدا، ده رقم واحد. رقم اثنين سمو الهدف بتاعهم، إن ده واحد بيدافع عن أرضه وعن حقه وعن عرضه وعن حياته، وبالتالي هو مش عايز أقول إنه بينتظر الشهادة، هو رايح لها برجليه وعارف إنه ده مصيره، وبالتالي ما عندوش خوف. والخوف هنا يعني ده بيقول احرص على الموت تهب لك الحياة، بتهب لهم الحياة من شجاعتهم، من إقدامهم، من مواجهتهم للعدو الإسرائيلي. زي ما بقول ما فيش عدو يضرب عليه طلقتين من أول طلقة، وبالتالي بيقترب منه. ده دليل على أنه عنده مهارة في الميدان لأبعد مدى، اللي يستخدم الأرض، يعني ممكن الجنود الإسرائيليين زي ما تقدموا بمنتهى الأريحية ويفاجئوا أنه بيهاجموا من تحت رجل مباشرة، أو يدخل زي ما قبل كده دخلوا في إحدى الغرف وبيحتموا بيها نسفوها عليهم تماما الفلسطينيين. فإذا لديهم مهارة شديدة جدا، لديهم شجاعة، لديهم الثقة والنصر أو الشهادة، إما أنه ينتصر أو يستشهد، ما قدموش حل تاني. ده سر نجاح المقاومة، واللي إسرائيل بدأت تدرك تماما عظيم. أنها لم تستطيع أن تقضي عليها بأي حال من الأحوال. طيب سيادة اللواء، اللي بيبدأ بالهجوم هو اللي بيكون عنده الاستعداد الأكبر ومستعد لرد الفعل. السؤال الأهم، هل كانت المقاومة مستعدة لإطالة أمد المعركة بهذا الشكل؟ ده أكيد. يعني أول حاجة، يعني في حاجة عندنا في التكتيك أو في الاستراتيجية اسمها نقول إيه، قبول الحصار. يعني إيه أقبل الحصار؟ يعني أجهز الموقع اللي هعاصر فيه لمدة معينة، فالصفة اللي أنا مخطط شهر اثنين سنة أكثر، بإني بيبقى معايا سلاح، معايا ذخائر، معايا حاجات طبية للعلاج، معايا أكل ومية يكفيني. فهم مجهزين من الأول أن يقبلوا الحصار لمدة في تقديري لا تقل عن سنة، ده في تقديري الشخصي، وقد يكون أكثر أو أقل، إنما بالمنظر اللي هم بيقاتلوا بيه والصواريخ اللي لسه مبارح بيضربوا القدس المحتلة وبهذه الكثافة وبالشكل الرائع ده، لا ده دول بيحاربوا على مدى طويل، مش واحد خلاص خلص سلاحه، لا دول مخططين ويقبلوا الحصار لمدة طويلة. ولذلك انتصارهم ده يعني ما بقاش فيه شك. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. بنشكر حضرتك يا فندم على كل هذه التحليلات الهامة. دلوقتي مشاهدينا موجز لأهم الأخبار مع لميا. شكرا شاذلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مشاركين في المنتدى العالمي للاجئين تعهدوا بتقديم أكثر من 2.2 مليار دولار للتصدي لأزمة اللاجئين العالمية. وخلال المنتدى الذي استمر 3 أيام، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليبو غراندي إن 7 ملايين شخص نزحوا بسبب الحرب المستعرة في السودان، كما دعا إلى اتخاذ خطوات لتجنب كوارث أزمة النازحين في قطاع غزة. شهدت العاصمة الأوكرانية كييف انفجارات تردد صدها في أنحاء العاصمة عندما تصدت وحدة الدفاع الجوي لطائرات روسية مسيرة. وقال رئيس بلدية كييف إن الوحدات المضادة للطائرات تعاملت مع الموقف لدى تحليق مجموعات من الطائرات المسيرة بالقرب من المدينة. هذا وسمعت سلسلة من الانفجارات المدوية، كما دوت صفارات الإنذار على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.
أكد وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تدمير فلسطين والقضاء عليها، مشيرا إلى أن الدمار الذي أقدم عليه الاحتلال في غزة هدفه تهجير الفلسطينيين وليس القضاء على حماس فحسب. وخلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الوزارية العربية المشتركة بالعاصمة النرويجية أوسلو بمشاركة وزراء خارجية الأردن والسعودية والنرويج، قال وزير الخارجية الفلسطيني إنه يتم بحث وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات للأهالي في القطاع بشكل دائم ومستمر، مؤكدا السعي لتفادي المجاعة في القطاع واستخدام الغذاء كسلاح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أكدت روسيا أن واشنطن ستتلقى ردا مماثلا من موسكو إذا ما تحركت لاستئناف تجارب الأسلحة النووية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف بأن الولايات المتحدة أرسلت إشارات في الآونة الأخيرة بأنها لا تخطط للقيام بذلك، وشدد المسؤول الروسي على ضرورة أن تكون موسكو في حالة تأهب قصوى تحسبا للتحرك الأمريكي المحتمل لاستئناف التجارب النووية، معتبرا أن بلاده تحكم على واشنطن بالأفعال وليس بالأقوال على حد تعبيره. تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه السمين على فريق اتحاد جدة بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة في الدور الثاني لمونديال الأندية. سجل ثلاثية الأهلي في اللقاء علي معلول في ضربة جزاء في الدقيقة 22، وحسين الشحات في الدقيقة 59، وإمام عاشور في الدقيقة 62. فيما أحرز هدف اتحاد جدة الوحيد لاعبه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 91، وبهذا الانتصار تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لمونديال الأندية، حيث سيواجه فريق فلومينينسي البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية الاثنين المقبل، فيما سيلعب في المباراة الأخرى للدور نصف النهائي مانشستر سيتي الإنجليزية أمام أوراوا ريد الياباني. مشاهدينا انتهى موجز الثامنة، وسنعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. خلينا نروح معاكم دلوقتي لدراسة حديثة اتنشرت في مجلة لانسات، اللي قالت انه يمكن السيطرة على الربو الحاد باستخدام العلاجات البيولوجية بدون اضافة جرعات عالية من الكورتيزون، واللي طبعا ممكن يكون ليها اثار جانبية كبيرة. مش بس كده، الحقيقة الدراسة كمان قالت ان المرضى اللي بيستخدموا العلاج البيولوجي يمكنهم كمان تقليل جرعة الكورتيزون المستنشقة بأمان. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الدراسة معانا عبر سكايب من العاصمة الروسية موسكو دكتور محمود الأفندي، أستاذ الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية. دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الورد يا دكتور. يا أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نفهم أكتر عن هذه الدراسة، وهل بالفعل يمكن استخدام العلاجات البيولوجية لعلاج الربو؟ طبعا في امكان استخدامات، يعني روسيا من 10 سنوات وحتى الان تحاول استخدام العلاجات البيولوجيه ضد الامراض الرئويه المزمنه وهي مرض الاصبع والربو بالذات لتضعيف من اثار استخدام الهرمونات الصناعيه اللي هو الكورتيزون. يعني هو عباره عن اجسام مضاده ما يسمى متعدد القنوات تحاكي الهيموغلوبين في الدم وتنبه الجسم على امراض مزمنه رئويه يمكن ان تساعد في المستقبل على انتاج المناعه ضد هذه الامراض او ما يسمى معالجه، يعني تشجيع الجسم على انتاج خلايا وانزيمات ضد مرض الربو بالذات، و يعني تخفيف من الغشاء المخاطي اللي بيفرزه الجسم يلي بياكل القصبات الرئويه او الشعيبات الرئويه. ولكن المشكله تكمن انه هذا الدواء ليس دواء كامل، هو دواء مساعد، يعني هو للتخفيف من استخدام الكورتيزون. هو الكورتيزون هو هرمون صناعي يستخدم لمحاكاة ما يسمى الهرمونات، هرمون الأدريالين في الجسم لمحاكاته، ولكن الكورتيزون نعلم الصناعي له أثار جانبية كتير كبيرة أو ضارة، وخصوصا أنه بيؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لزيادة مرض السكري، لهشاشة العظام،
يعني استخدامه عن طريق الفم يمكن يؤدي الى امراض فطريه في الفم، وعن طريق الابر بيؤدي الى ورم عند الورم والام شديده عند مكان الابره. ولكن استخدام هذا النوع من ما يسمى العلاج البيولوجي او الاجسام المضاده هو يخفف من استخدام الكورتيزون، يعني حتى الان التجارب تجي كما يلي، يعني التجربه تاتي انه يعطى للمريض كورتيزون ويعطى ايضا هذا العلاج البيولوجي الجديد او الاجسام المضاده للتخفيف، يعني كان ياخذ بالجرعه مثلا 5 جرعات في اليوم ياخذ 3 جرع او جرعتين في اليوم، فبيخفف الاثار الجانبيه. ولكن يعني حتى الان نحن امام مشكله انه يمكن يكون في اثار جانبيه للعلاج البيولوجي، يعني العلاج البيولوجي هو علاج خطير جدا لانه هو يستخدم اجسام مضاده، والاجسام المضاده تعتبر هي بنسميها مجنونه، يمكن يؤدي في المستقبل الى ما يسمى امراض جديده لتنقص المناعه بجسم الانسان، لذلك هو بحاجه الى دراسات لسنوات طويله وليس الان. كما قلت لكم بذات لقاء هو دواء مساعد حتى الان وليس دواء كامل لمعالجه الرب. يعني هو بالفعل يا فندم مش مجرد دراسه نشرت في مجله لانسات، هو بالفعل بيستخدم الان كعلاج مساعد، علاج مساعد فقط ولا لسه كمان طور الدراسه؟ طبعا هو كعلاج مساعد وليس علاج كامل، علاج مساعد كما قلت لك في بدايه اللقاء، علاج مساعد يعني عشان بس نخفف من كميه الكورتيزون يلي عم نعطيها للعلاج ضد الامراض، يعني بنعرف هو بس للتخفيف ليس اكثر. المشكله تكبر انه عندنا 350 مليون شخص مريض في الامراض المزمنه، هي اللي احنا بنعرفها، ولكن في عندنا اشخاص كثير موجودين حتى الان مريضين في الربو كامراض مزمنه لا نعرفها حتى الان، وبالاضافه انه حتى سبب المرض الربو اكثريته بياتي في الوراثه. يعني كمان معالجه الجينات الوراثيه هي معالجه مهمه، دراسه مستقبليه حتى يمكن ان نخفف في نقل هذه المرض عن طريق الوراثه، هذا امر مهم جدا. العلاج بالجينات الوراثيه امر مهم جدا، ولكن كما قلت بحاجه الى سنوات وسنوات طويله للدراسات طبعا. وليس لهذا الجيل، انا اعتقد للجيل القادم. يعني اذا لم تتطرق الدراسه الحاليه للاعراض الجانبيه لاستخدام العلاج البيولوجي. طبعا دراسه الاعراض الجانبيه للعلاج البيولوجي بحاجه الى وقت طويل جدا، بالاضافه لجيل او جيلين، يعني دائما بنعرف انه العلاج بالمواد البيولوجيه يمكن ياثر كما قلت لك في المستقبل على خلل في مناعه الاجسام، يعني لما انا بستخدم اجسام مضاده لها قنوات متعدده لعلاج بيولوجي في المستقبل او عن طريق حتى الجيل اللي بعده، يعني لما بعطي انا مثلا انسان او مريض او مريضه علاج بيولوجي يمكن ان تنقص مناعته وتنقل هذا المرض الى جيل قادم. يعني المشكله تكمن الان هو بحاجه الى دراسه لعده اجيال، كما دراسه اللقاحات نفس الشيء بحاجه الى عده اجيال للامان. لذلك عنصر الامان اهم مهم جدا بالنسبه للاعراض الجانبيه للعلاجات البيولوجيه، لذلك كما قلت هو بحاجه الى دراسات دقيقه والاضافه لعدم اعطائه بكميات كبيره، لذلك كما قلت هو دواء مساعد اول شيء وليس دواء كامل، ولكن يمكن ان يتطور لدواء كامل في حال اثبت عدم وجود اعراض جانبيه لعده اجيال، يعني على سبيل المثال يقطع تجارب على نساء حوامل وتجري تجارب على المولود الجديد، هل هذا العلاج البيولوجي دخل في الدي ان اي والام ار ان اي ادى الى خلل مناعي، ادى الى خلل في الشريان الوراثيه، هذا كله بحاجه الى دراسات دقيقه جدا. طيب دكتور، يعني لو هنتكلم عن الوضع الحالي ومرضى الربو بشكل عام، هل هناك اي ادويه او هناك اي طريقه حتى للتقليل من الاثار الجانبيه للكورتيزون؟ زي ما حضرتك ذكرت هي الاثار الجانبيه كثيره جدا، يعني حتى الان ليس هناك اي دواء، يعني اعلم انه في عده ادويه بيولوجيه مثل الدواء الجديد اللي سمعت، هناك ايضا اجسام مضاده اخرى تستخدم في عده دول من العالم للتخفيف من الاثار، ولكن يعني حتى الان نرى انه استخدام الكورتيزون هو استخدام يعني اساسي في علاج الربو، يعني بس نخفف استخدامه، لكن ان نقول ان لدينا الان جرعات لعلاجات بيولوجية يمكن أن تخفف من علاج الكورتيزون أو استخدام الكورتيزون كعلاج أساسي للربو، حتى الآن هذه الأدوية غير موجودة، ولكن نعلم جيدا أن للأسف الشديد هذا المرض لديه فقط هذا العلاج،
لذلك تطور علاجات أخرى، تطور ما يسمى تجارب أخرى بيولوجية. يعني حتى على سبيل المثال المشكلة بحاجة إلى وقت، يعني سيد الكريم نعلم جيدا لما كان ظهور المضادات الحيوية ظهرت في بداية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، يعني تم، ولكن الدراسات عن حوالي 60 أو 70 سنة و 800 سنة للأنتيبيوتيك أو استخدام المواد البيولوجية للأدوية. الآن نفس الشيء، نحن بحاجة إلى 50 أو 100 عام لإنتاج هذه الأدوية، ولكن نعود ونقول الدواء الأساسي لأمراض الربو للأسف الشديد هو دواء واحد، هو الكورتيزون. نحن كنا فرحنا دكتور، ليس يستخدم، لا يستخدم فقط ضد التهاب القصبات الرئوية، الربو يستخدم ضد الأمراض الهضمية مفهوم، لكن أعراضه الجانبية يستخدم فيها الكورتيزون. احنا كنا فرحنا وكنا ببسطنا بهذه الدراسة وقلنا خلاص هنقلل استخدام الكورتيزون تدريجيا لحين خلاص بقى ما نستخدموش خالص، لأنه احنا عارفين وزي ما حضرتك ذكرت أعراضه الجانبية خطيرة جدا وبتؤثر بشكل كبير جدا على صحة الإنسان. لكن بحسب كلام حضرتك احنا لسه قدامنا شوية، يعني مش هنقدر نستغنى عن الكورتيزون دلوقتي. طبعا لا، اكيد لا، مش هنضطر نستخدم الكورتيزون، لانه بحاجه كما قلت الاعراض الجانبيه الامراض البيولوجيه اخطر من الهرمونات الصناعيه، اخطر بكثير، لانه ينتقل عن طريق الاجيال. استخدام الجينات الوراثيه للعلاجات هذا امر جدا يعني خطير جدا، بحاجه الى تدقيق وتدقيق كثير. ولكن انا اقول المقاله اللي ظهرت البارحه في مجله لانسيت، انا في رايي الخاص ليس لعباره الا عن بيار اعلامي ليس اكثر، لأن هذه التجارب من عام 2011 تجري التجارب في كل دول العالم على هذا النوع من أنواع البيولوجية. ولكن ظهور هذا المقال في هذه المجلة أن يعني خففت، أنا في رأيي هو نوع بيار إعلامي ليس أكثر. أنا أعلم هناك أدوية كثيرة في كل دول العالم تدرس الآن، في روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، في دول كثيرة مثل أوروبا تدرس هذه العلاجات. ولكن أن أقول هذه المقالة هي أفجرت أو دواء جديد، لا، هي أنا برأيي ليس فقط أكثر ببيار إعلامي، ولكن هذه الأدوية تدرس وتدرس وبحاجة لوقت كثير كما قلت لك. شكرا جزيلا فندم للتوضيح دكتور محمود الأفندي أستاذ الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية. نروح مع حضراتكم لمنتخب مصر للمكفوفين رجال اللي تمكن أن يفوز ببطولة أفريقيا لكرة الهدف لرياضة المكفوفين والتأهل دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024. طبعا الفوز بهذه البطولة جاء انعكاس للمستوى اللي ظهر عليه اللاعبين وإصرارهم كمان على الفوز في مختلف مباريات البطولة. معنا على التليفون الدكتور أحمد وين رئيس الاتحاد المصري لرياضة المكفوفين. يا دكتور صباح الخير عليك. اهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك. يا اهلا بيك يا فندم، في البداية الف الف مبروك طبعا التألق والفوز بهذه البطولة، لكن عايزين نفهم استعداداتكم لهذه البطولة كانت عاملة ازاي؟ هل كنتم مستعدين وعارفين ان انتم هتفوزوا بيها؟ اولا شاكر جدا محمد بيه وتحياتي لجمهورنا هانم، صباح الخير على الجميع وصباح الخير على مصر كلها الجميلة المنتصرة دايما ان شاء الله رب العالمين. المنتخب مصر لكرة الهدف رجال من الفرق اللي خدت اعداد وتجهيز كبير جدا وطويل جدا، لان انت لما تتكلم على صناعه البطل دي مساله ما هياش بالبساطه، صح، ومفيش بطوله اهم من انك تؤهل لاولمبياد. البارالمبيك جيمز في باريس 2024 من اهم المنافسات ومن اهم الايفنتات اللي اي اتحاد واي لاعب واي مدرب واي اداري بيظهر ويشرف ان هو يتاهل ليها، ناهيك ان شاء الله عن ان هم يعملوا حاجه كمان كويسه على مستوى المنافسه العام القادم ان شاء الله. المنتخب خد اعداد وتجهيز، طبعا خد اعداد وتجهيز، يكفيني ان انا اقول لحضرتك ان المنتخب ده بيتجهز من طوكيو 2020، اللي بقالنا اربع سنين بنجهز في هذا الفريق، وقبيل طوكيو واحنا بنقول ان شاء الله بنجهز للمشاركه في باريس 2024، لكن ما كناش بنقول كلام وبس. الناس القريبه من الاتحاد القريبه مننا تعرف كويس قوي كلامي، ما بنتكلمش كلام، احنا بنشتغل ولينا والنتيجه باينه. الحمد لله الحمد لله، عندنا زي ما اتعلمنا المقدمات بتؤدي الى نتائج. البطوله صعبه جدا، عنيفه جدا، المنافسه شرسه جدا، منافسه خويه وجميله وفيها نزاهه، لكن كله عايز يكسب. الفرق صعبه جدا، فرق مش سهله،
هذه المقدمات اللي عملناها بقالنا 4 سنوات الفريق ده خد حجم كبير جدا من المعسكرات الداخلية والمنافسات الخارجية. يعني لسه راجع كان بينافس في بطولة الألعاب العالمية برمنجهام، كان بيلعب في بطولة ودية دولية في تركيا، بطولة دولية ودية هنا في مصر، لسه فايز بذهبية بطولة أهرامات مصر اللي نظمناها الشهر الماضي. ده الحاجات الأخيرة بس. يعني أنا مش مقدرش أسرد لك ال4 سنوات حط فيهم إيه، لكن على مدار ال4 سنوات هذا الفريق ما وراهوش غير إنه يعسكر ويتدرب ويتجهز إعداد بدني على أعلى مستوى، إعداد فني على أعلى مستوى، جهاز فني مؤهل جدا جدا جدا. ده مش هتكلم بقى على دعم وزارة الشباب والرياضة ومتابعة الدكتور أشرف صبحي شخصيا لتطورات هذا الفريق لحد ما وصلنا الحمد لله لهذه البطولة والمنافسة واللي ربنا أكرمنا فيها، والمنافسة استمرت لآخر ثواني من المباراة، ودي حلاوتها. يعني طبعا اكيد عندنا يقين ان احنا هنكسب ان شاء الله. يعني زي ما حضرتك قلت يعني كان في مقدمات افضت الى نتائج. طيب دكتور احمد، خلينا نعرف برضو تفاصيل اكتر عن منتخبنا الوطني للمكفوفين رجال. عايز اعرف من حضرتك عدد المنتخب وصل كام من اللاعبين، اعمارهم بتتراوح من كام لكام، قلنا بعض التفاصيل عنهم. ممتاز، اشكر حضرتك وبنهانم على هذا السؤال. ده سؤال هيفسر ايه اللي كان بيحصل. اتفضل. الفريق بيتكون من 6 لاعبين، لكن المنتخب اللي في الاجنده اللي السته دول بيطلع واحد ويدخل واحد ويطلع اثنين ويدخل اثنين، اللي في اجنده الجهاز الفني واللي احنا بنشتغل عليه 12 لاعب، لكن اللي بيشارك في البطوله 6 لاعبين. تخيل حضرتك دقة الاختيار وعندك الشغل اللي عملتيه بيساعدك ان انت تختاري ضمن مساحة ورقعة واسعة من اللاعبين. اي حد من ال 12 يقدر ينزل يكسب باذن الله. اخترنا الستة او الجهاز الفني اختار الستة اللي هم اوريدي جاهزين وخاض بيهم هذه المنافسات. اعمار الشباب، وده سؤال يعني بقى ده هو رمانة الميزان. احنا الاكبر لاعب في الفريق عنده 25 سنه، اكبر لاعب في الفريق. واصغر لاعب؟ اصغر لاعب عنده 17 سنه. ده مش اصغر لاعب، انا عندي 17 18 19 21 سنه. دي اللاعب يعني من 19 ل 21، من 17 ل 21. 17 ده العالم بيعتبره ناشئ، لكن احنا صعدنا من الناشئين 3 لاعبين اصبحوا اساسيين دلوقتي والمنتخب الكبير ما يستغناش عنهم. بقول لحضرتك اللعيب الاكبر 25 سنه، يعني بسم الله ما شاء الله. اللعيب ده الفرقه دي تقدر تلعب مع بعضها زي ما هي كده، ودي ميزه برضه ان هم بيلعبوا بقالوا 3 سنين مع بعض. طبعا يقدروا يلعبوا مع بعض بالشكل ده ويكملوا مش اقل من 10 سنين وبنفس المستوى باذن الله. ان شاء الله. طبعا ودي ميزه الفريق ده وميزه اعداده، وده كان التارجت بتاعنا ان احنا لما استلمنا الفريق شويه اعمار كبيره. فكان لازم يحصل نوع من الروتيشن، يحصل تغيير، يحصل احلال، لان اللعبه عنيفه جدا، لعبه سريعه جدا، فمحتاجه لياقه عاليه، محتاجه سن ما شاء الله كده يعني شباب ويقدر يصد على صعوبه الماتش. فده الحمد لله اللي وصلنا له ان اصبح متوسط عمرنا زي ما قلت لحضرتك بالشكل دوت. وده اللي بيدينا امل ان الفريق ده ان شاء الله يعمل لنا حاجه فريق، مش يشارك بس طبعا مشاركه كده، لا احنا بنتكلم كمان ان شاء الله في منافسه
في باريس باذن الله رب العالمين. هم قدها ان شاء الله. نرجع بحاجه باذن الله، اتمنى هذا ان شاء الله. طيب دكتور احمد، في الحقيقه يعني المستوى المتقدم اللي ظهر عليه اللعيبه احنا فخورين جدا بما قدموه خلال هذه البطوله، واكيد مستنيين منهم الكثير في الاولمبياد، لكن زي ما حضرتك قلت انه كل المنتخبات وكل اللعيبه داخله عشان تفوز بهذه البطوله، لكن بيكون في صعوبات وبيكون في تحديات قدام اللعيبه، ايه هي ابرز التحديات وازاي قدرتوا تتغلبوا عليها؟ والله يعني هو حضرتك الرياضه بصفه عامه كله بيشتغل عشان يكسب. وبعدين انا اسف طبعا صوتي تعبان جدا، بس الف سلامه على حضرتك. يعني ايه الفتره اللي فاتت لينا اسبوع ما بننامش تقريبا، وكمان بعد ما يهمكش يا فندم، طالما جبتوا البطوله ما يهمكش، الف سلامه عليك. الحمد لله، فمعذره يعني حضرتك لما نقول ان احنا المؤهلين على مستوى العالم ثمان فرق مش ده رقم، انت بتتكلم في انت عندك لا يقل عن 30 فريق على مستوى العالم كلهم يستحقوا يتأهلوا، لكن الافضل اكتر واللي ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه اكتر هو اللي بيتأهل. فتخيل انت حضرتك عندك ثمان فرق من اكبر فرق العالم بتتأهل للاولمبياد، ده معناه ان الماتشات مش هتبقى بسيطه، والثمانيه عايزين يكسبوا، محدش رايح يهزر. احنا هناخد بالاسباب وهنشتغل ورايحين نكسب ان شاء الله، مش رايحين نشارك مشاركه يعني كده. ولذلك انا ببعت الشكر فعلا للدكتور اشرف صبحي ولوكلاء الوزاره في الشباب والرياضه، لان هم قعدوا معايا اول امبارح، اول امبارح بعد النهائي مباشره، وكانوا حاضرين طبعا ومشرفينا في النهائي، واتكلمنا على طول احنا عايزين خطه اعداد، وكلفت الجهاز الفني فورا وهو في عز فرحته، قلت له انك انا يعني كلمته بعد المباراه مباشره على طول كده، وقلت له عندك ثلاث تكليفات، اول حاجه ان عندنا اجتماع مع الولاد كمان ساعه، اجتمعنا معاهم لتوصلهم مكافاه فوريه. ثاني حاجه عندك عمل معين او عنده هو انترفيو او عنده هيطلع على تلفزيون معين. ثالث حاجه تعمل لي الخطه والاعداد للفتره اللي جايه، فتره الثمان شهور اللي جايين، واوريدي هو شغال عليها فعلا. من ساعتها محتاجين معسكرات، اولا هم الاولاد هيدخلوا معسكر مغلق في المركز الاولمبي فورا ان شاء الله، مش يعني هيريحوا يومين ويدخلوا. وهنبدا نعمل بطوله وديه دوليه داخل مصر عشان نجيب فيها ننتقي فيها، ده الفرق انك تكون مؤهل يا محمد بيه، او انك تكون لسه بتسعى وبتجتهد. احنا ما بنات صغيرين خلاص، احنا بقينا من الثمانيه الكبار في العالم، داخلين وعينينا على البطوله. بالظبط، هننتقي مجموعه من المنتخبات اللي احنا محتاجين نشتغل معاها وندعوها في بطوله وديه دوليه قويه في مصر ان شاء الله، وبنشتغل على الاحتكاك خارج مصر، وده مهم جدا 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 جدا، ده اللي احنا بنشتغل عليه، ده اللي احنا محتاجينه. محتاجين الولاد يبعدوا عن الضغط العصبي والضغوط المعتاده في هذا الامر. لذلك احنا جهزنا بالفعل المعد بدني محترم جدا، جهزنا كمان معد نفسي او اخصائي. هايل، دي نقطه مهمه جدا. فعلا خلاص يعني اتكلمنا مع الاخصائي النفسي، الكلام ده كله خلاص يوم الخميس، النهائي كان يوم الخميس او امبارح، وبعد الماتش اللي خلصان الساعه 6 مساء نهينا الاحتفال بالختام وبدانا نشتغل لجديد. هي دكتور يمكن الروح والحماس اللي حضرتك بتتكلم بيهم اعتقد هم اكبر مؤشر على ليه منتخبنا الوطني قدر ان هو يوصل لهذا المركز الحقيقه، وقدر ان هو كمان يتاهل لدوره الالعاب البارالمبيه لباريس 2024. الاهتمام بالتفاصيل والاهتمام بادق يمكن احتياجات لاعبينا وابطالنا طبعا
ده أكيد سر نجاح، وده يمكن اللي خلى حتى لاعبين عندهم الحماس ده. والحقيقة ممكن كمان زميلي شاذلي يعني حابب إن هو يجي ويصور كمان مع طبعا أبطال هو منتخبنا. قال الدكتور أحمد قال إن إحنا دلوقتي بنجهز اللعيبة عشان لو حد هيعمل انترفيو أو يطلع في لقاءات تلفزيونية نتمنى يكون لنا نصيب طبعا. يعني حضرتك بتكلم محمد عمال يشاور حمس قوي إن هو طبعا لا لا اهلا بيك اي وقت. احنا اللي نشرف يا فندم والله بالتصوير مع الابطال. احنا اللي سعداء وشاكرين جدا لدعمكم. احنا اللي سعداء بيكم والحقيقه فخورين بيك بحضرتك وطبعا ومنتخبنا الوطني المكفوفين رجال. بنشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا دكتور احمد عوين رئيس الاتحاد المصري لرياضه المكفوفين، شكرا لحضرتك يا فندم. دلوقتي مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. مرحب بحضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا مع فريق الاهلي اللي حقق الفوز على اتحاد جده السعودي بنتيجه 3-1 في المباراه اللي جمعتهم امبارح على ملعب الجوهره المشعه بجده ضمن منافسات ربع نهائي بطوله كاس العالم للانديه والمقامه حاليا في السعوديه. وسجل ثلاثيه الاهلي علي معلول وحسين الشحات وامام عاشور في الدقيقه 21 و59 و62، وسجل كريم بنزيما الهدف الوحيد للاتحاد في الوقت بدل الضائع. بالنتيجه دي بيصعد الاهلي لمواجهه فريق فلومينينزي البرازيلي في نصف نهائي البطوله، وده هيكون يوم الاثنين 18 ديسمبر الجاي. مروان عطية لاعب خط الوسط في فريق النادي الأهلي حصد جائزة رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السعودي بكأس العالم للأندية، وده بعد الأداء الجيد اللي ظهر به اللاعب في المباراة. فريق أوراوا الياباني يتأهل نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على فريق كلوب ليون المكسيكي بنتيجة 1-0، وده في المباراة اللي جمعتهم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ودي كانت المباراة الأولى في مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية. نادي المقاولين العرب حقق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفرقتين على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة 9 من عمر مسابقة الدوري. بالفوز ده المقاولين رفع رصيده للنقطة 7 في المركز 15 بجدول الدوري، وتجمد رصيد الطلائع عند النقطة 14 في المركز السادس. وفريق زد ناجح في تحقيق الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي جمعتهم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 9 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. بالنتيجة دي فريق زد رفع رصيده لنقطة 16 في المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري، وفريق فاركو في المركز 17 برصيد 5 نقط.
ومنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض اختتم معسكره بالقاهرة امبارح بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصرية للاتصالات، واللي بيلعب في دوري المحترفين بنتيجة 2-1 في المباراة اللي اتلعبت بينهم على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة. ومنتخب ناشئين الكرة الطائرة فاز على المنتخب المغربي بنتيجة 3-0 في ثالث مواجهاته في بطولة أمم أفريقيا واللي بتستضيفها ليبيا. نادي الوداد المغربي أعلن عودة المدير الفني التونسي فوزي البنزرتي لتدريب فريق الكرة، وده للمرة الرابعة في مسيرته، وده بعد توليه المسؤولية خلفا لعادل رمزي واللي أقيل بسبب سوء النتائج. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا أصدر تصنيف أفضل أندية أوروبا للموسم 2023-2024، وتصدر مانشستر سيتي القائمة فيما جاء بايرن ميونخ الألماني ثانيا وريال مدريد في المركز الثالث. خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نروح لجمانة وشازلي نكمل معهم فقرتنا. شكرا ليك يا لميا. طبعا وما زال جماهير النادي الاهلي بيحتفلوا على السوشيال ميديا بالفوز الكبير اللي حققه النادي الاهلي بالامس على اتحاد جده السعودي بثلاثيه في كاس العالم للانديه، مباراه قدم فيها النادي الاهلي كل ما يستطيع، قدم اداء كبير جدا وممتع طول المباراه، وبكده الاهلي بيصعد للدور قبل النهائي في كاس العالم للانديه وهيقابل فلومينينزي بطل البرازيل. دي المره الرابعه على التوالي اللي بيصعد الاهلي لقبل نهائي كاس العالم للانديه. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الماتش مع سعيد علي الناقد الرياضي اللي نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا سعيد، نورنا. صباح الخير عليك يا أستاذة جمانة، صباح الخير عليك أستاذ شاذلي، أهلا بيك. صباح الخير. أهلا بيك. حقيقة أنه الماتش امبارح كان حماسي جدا وحقيقي كان حلو جدا، مش هنتكلم بس فكرة أنه أداء يعني لا بأس به مثلا، بس كانت النتيجة في صفنا، لا الأداء كان حلو جدا. الشوط الأول ابتدى النادي الأهلي بحماس وبقوة واستكمل كمان في الشوط الثاني، ودي يمكن من الحاجات اللي ما بنشوفهاش كتير الحقيقه، مش بس في الاهلي، احنا يعني بنعاني يمكن من الازمه دي، من الافه دي. صحيح. لكن احنا شفنا الاهلي على مدار الشوطين اداء قوي جدا، حماس بين اللاعبين، حتى يمكن تراغم بين اللاعبين كبير جدا. صحيح. وفريق اتحاد جده فيه يعني لعيبه كبار جدا. طبعا. قولي بقى شفت الماتش ازاي؟ يعني الحقيقه وكان بالنسبه لي بشكل شخصي شفته ماتش مفاجئ جدا من النادي الاهلي، خاصة ان النادي الاهلي في الفترة الاخيرة بيعيش مرحلة تذبذب على مستوى الاداء، على مستوى النتيجة، شكوك كتير دخلت في الفريق، شكوك كتير حصرت المدير الفني مارسيل كولر، بداية سيئة جدا للموسم بخسارة السوبر الافريقي ثم دوري السوبر الافريقي ثم تعثر متتالي جولتين في دوري ابطال افريقيا امام يانج افريكانز وشباب بروزداد، كل العوامل دي خلتك في محل شك قدام تجربة كأس العالم للأندية، خاصة زي ما حضرتك قلتي لما الأمر يرتبط بفريق يقوده كريم بنزيما، نجولو كانتي، فابينيو، أسماء عملاقة، ميزانيات مفتوحة وإنفاق غير محدود من بداية الصيف الماضي تم في اتحاد جدة، تغيير المدير الفني في توقيت كان الهدف الأساسي منه هذه المباراة، مباراة الأمس اتحاد جدة والأهلي، فبالتالي كل هذه العوامل المحيطة كانت ذنب الراجل ده كان كل العوامل كانت بتقول ان الاهلي في اختبار صعب جدا، اختبار معقد جدا. كلنا كمحللين كنقاد بنتحدث قبل المباراه عن الاهلي كونه القسم المستضعف او الاقل حظا في الفوز بالمباراه، فكان مفاجئ ليا بشكل كبير ان النادي الاهلي يفرض كلمته ويفرض سطوته على المباراه، يتحكم في كل شيء، يفوز بسهولة، مفيش أي صعوبة، يقزم اتحاد جدة ويقزم لاعبيه. شفت سهولة وجدارة الحقيقة. أكيد كان في تعجيز كامل سواء للإدارة الفنية لاتحاد جدة على الخط أو حتى للنجوم الفريق داخل الملعب، كان في تعجيز كبير جدا جدا. الأهلي ظهر بقوة أجبرت الجميع هناك أنهم يعترفوا بقيمة الأهلي وباسم الأهلي ومكانة الأهلي بعد ما كان في لغة استهانة قبل المباراة، فبالتأكيد كانت بداية كنا محتاجينها مدلولة على قوة اللاعب المصري، ما زال قادر على مجابهة أهم الأسماء، ومهما كانت الميزانيات اللي بيتم انفاقها ما زال الأهلي قادر على أنه يحقق انتصارات كبيرة. طيب أنا هعوز منك تحليل لأداء كل لعيب في مركزه، لكن خلينا نقسم المباراة بشكل عام في البداية وفنيات المباراة تلت وتلت وتلت. بالنسبة للتلت الأول أداء النادي الأهلي فيه كان عامل إزاي؟ طيب خليني أقول معك من البداية أهم سبب شفته في انتصار الأهلي هو كان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وزي ما بيقول دايما جوزيه مورينيو أسطورة التدريب البرتغالية والعالمية،
ان المباراه بتبتدي في المؤتمر الصحفي وتنتهي في نفس المكان. ده مهم جدا في الاعداد الذهني والاعداد النفسي. ده حصل ازاي او لمسته ازاي او شفته ازاي؟ تصريح محمد الشناوي الاول ان احنا جايين السعوديه علشان نحقق انجاز جديد. خلاص احنا مش هدفنا برونزيه، احنا حققنا برونزيه كتير، احنا جايين هنا نعمل حاجه جديده. اذا هنا هو تجاوز اتحاد جده. هو بيقول ان انا خلاص انا عديتك، انا بفكر في اللي جاي. فكان مهم قوي الرساله دي لينا كجمهور اولا، ثم للمنافس، وصلت للمنافس. انا عايز اقول لك يا شاذلي ان حقيقي احد اصدقائي بيتكلمني من المملكه قبل المباراه، هو ليه جمهور اتحاد جده خايف؟ هو ليه اتحاد جمهور اتحاد جده عنده شكوك في فرقته رغم ان هو الاجهز والنجوم والاسماء الكبيره؟ فده نابع طبعا من اسم الاهلي، ثم من التصريحات، الطريقه اللي اتكلم بيها محمد الشناوي اللي نقلت الشكوك من عندنا لعند المنافس. وتاكد ده تماما لما تشوف كل التصريحات بعد المباراه. يعني مثلا حسين الشحات بيقول ان احنا ما كانش عندنا شك 1% ان احنا هنكسب. كان تركيزنا كامل احنا خلاص احنا هنكسب، يعني هنكسب. طيب ليه انت بتقول ان التصريحات دي مؤثره على الجانب الاخر وتصريحات كريم بنزيما ما كانتش مؤثره على النادي الاهلي؟ ساعه ما قال انا لا اعلم عن النادي الاهلي الكثير، ولكن الانديه المصريه انديه معروفه بقوتها البدنيه. لا، كريم بنزيما قال بشكل واضح جدا ان مواجهه الاهلي الموسم الماضي كانت صعبه جدا. قال انا لعبت الاهلي كان مع ريال مدريد، لعبت واجهت الاهلي مع ريال مدريد وكانت مباراه صعبه جدا. فكان في احترام، لا كان في احترام واضح جدا من كريم بنزيما للاهلي، وكان وفعلا الاهلي خلق صعوبات كتير لريال مدريد الموسم الماضي، وكان ند في اوقات كتيره، وحتى الدقيقه 80 كان الاهلي قادر على تجاوز ريال مدريد باسمه وعملاقته وشخصيته ونجومه. فبالتالي ايضا ده كان في صف لعيب الاهلي وكان بيزيد ثقتهم في انفسهم. يعني اعتقد كده مش هينساهم بقى خالص، اعتقد كده خلاص هو اتعرف كويس. ده كده في عقده، بقى في عقده، لان كريم بنزيما فعلا في مباراه الامس تشعر بانه عاجز ومستسلم تماما. هو واقف خلاص، انا يعني مش من عاده بنزيما ولا من عاده نجوم ريال مدريد في الجيل الحالي بالتحديد الاستسلام امام اي منافس، لكن انا شفت حقيقي استسلام، وده يعود فعلا لحاله التركيز الشديده اللي كان عليها النادي الاهلي واللي كانت غايبه طوال الفتره الماضيه. عوده او استعاده ليه؟ طيب غايبه ليه؟ انا عايز اعرف. لان في اداء النادي الاهلي في البطوله الافريقيه مش زي ده خالص، في الدوري مش برضه مش زي ده، لاسباب. اولها استعاده الدوافع. بيان النادي الاهلي قبل اسبوعين عن اجتماعه مع الجهاز الفني واجتماعه مع لجنه التخطيط انه رصد ما وصفه بحاله تشبع، وكان فيها تحذير تلاها بعد التعثرات خصم للاعبين وتهديد بخصم اكبر. هنا انت حطيت اللعيبه جرس انذار، ثم لما تروح تلعب مونديال فانت مش بحاجه لتحفيز. يعني انت خدت كل البطولات المتاحه الموسم الماضي، فبالتالي بتلعب ببعض التراخي في انطلاقه الموسم، لكن لما يتعلق الامر بكاس العالم للانديه واحتماليه مواجهه جوارديولا ومانشستر سيتي ومواجهه بنزيما ونجوم، فانت هنا مش محتاج ما يثير دوافعك وحوافزك. رقم واحد. رقم اتنين، انتقال الضغوط منك الى الخصم. ليه؟ انت لما تكون طرف مستضعف او اقل حظ فبالتالي انت ضغوطك اقل، يعني مجبول أن يخسر الأهلي من كريم بنزيما، مجبول أن يخسر الأهلي من فريق أنفق قرابة 300-400 مليون يورو، فبالتالي ضغوط عليك أقل، مش منتظر منك الكتير. فدايما لاعبي الأهلي لما تقلل من عليهم الضغوط بيقدموا مباريات قوية جدا. فأنا بشوف ده أيضا كان من ضمن العوامل النفسية اللي أهلت اللعيبة يقدموا مباراة كبيرة وساعدتهم في أنهم يحققوا الانتصار ده. حقيقة من اللعيبة كمان اللي كان ليه دور كبير امبارح كهربا. يعني كهربا كان صنع اكتر من هدف، وكان ضغط برضو، كانت ضغط في الاول كده على الحكم. كهربا يعني لعيب ما فيش نقاش عليه، يعني معروف ان هو لعيب يعني قوي جدا، ولكن خلينا نقول زي اي لاعب ليه زي ما بيقولوا كده الابس اند داونز، يعني يوم ويوم زي اي حد طبيعي. بس امبارح كان اداء مختلف كمان بقى الكهربا. اتفق معاكي تماما، وبالنسبه لي انا شخصيا كهربا هو نجم المباراه. يمكن تم تكريم مروان عطيه كنجم المباراه، لكن انا فعلا متفق معاكي جدا ان كهربا كان اهم لاعب في الاهلي، مش بس على مستوى التاثير والفعاليه ومشاركته في 3 اهداف، انه بيحصل على ضربه جزاء بتفتح ليك المباراه ثم يصنع هدفين لزملائه، مش بس في الجانب ده، لا كهربا لعب الدور الخططي الاهم في المباراه من وجهه نظري. تكليفه بالعوده لمنتصف الملعب علشان يعمل زياده مع لاعبي الوسط خلى الاهلي دايما زايد واحد في معركه
وسط الملعب. فبالتالي بذل جهد اكبر من المعتاد انه بيجري في مساحه اكبر لما يلعب في الثلث الاخير بس كمهاجم، غير لما ينزل كتير للوسط وعلى الاطراف. فكان بيجري كتير جدا جدا، واضح انه كان في كلام كتير مع قبل المباراه عن الدور ده، ودايما دي بيلجا ليها المدربين في الماتشات الصعبه، ان اكلف المهاجم بادوار مركبه، ادوار صعبه، ادوار بالخلف شويه، بتبقى لما تكون انت محتاط قوي امام خصم خايف ان هو يتحكم منك، فلعب الدور بشكل قوي جدا. ورغم الجهد الكبير المبذول في تلت الملعب الوسطاني ما اثرش عليه في مردوده في التلت الاخير، لا ده كان اللاعب الاكثر فعاليه. فبالتالي متفق معاك جدا ان كهربا كان نجم المباراه، قدم واحده من اهم مبارياته على الاطلاق. جمهور الاهلي سيظل، اعتقد انه كمان من اهم العوامل او المشاهد اللي تابعناها امبارح انه ما كانش في لاعب بعينه مهتم ان الهدف هو اللي يسجله. بالظبط، يعني هو اهم حاجه ان الاهلي يسجل اهداف، مين هيسجل الاهداف مش مهم. بالتاكيد بالتاكيد، فكره ان المنظومه فوق الفرد هو ده فكر دايما بيرسخه الاهلي، وبالتالي هو واحد من اهم العوامل اللي بتميزه وبتخليه متفرد. يعني احنا النهارده لما نيجي نقول مقارنه الانديه المصريه عموما مثلا بالانديه السعوديه، ممكن تلاقي غلبه للانديه السعوديه، لكن مش هتلاقي حد يتفوق على الاهلي، لان النادي الاهلي حقيقي يمتلك سيستم اقرب الى العالميه، اقرب للنماذج الاوروبيه العملاقه. عشان كده الاهلي دايما بيقترن بنموذج مدريد، بيقترن بنموذج بايرن ميونخ. فبالتالي فعلا الاهلي يتفرد اداريا عن كل المؤسسات الرياضيه حواليه. هل كنت متفق وهو بيبدا بكوكا؟ كان عاجبك ان هو يبدا بكوكا بدل ديانج؟ برضو دخلتني شكوك. ليه دخلتني شكوك؟ لان ديانج في الفتره الاخيره سيء جدا، لا خلاف على انه سيء، وسيء لانه لا يؤدي الادوار الهجوميه المطلوبه. فبالتالي في مباراه صعبه امام اتحاد جده منتظره دفاعيا، لانه بيدافع كويس، بدني، برجل واسع، التحامات. فكان غريب بالنسبه لي انك تخسر لاعب اللي بيدافع كويس في التوقيت اللي المفترض يلعب فيه. يعني احنا لما نواجه خصوم متكتله وعايز تهاجم دور على لاعب حريف، كفايه ديانج بنقول قفشه يلعب مع امام. لكن في مباراه صعبه بدنيه زي دي وانت عايز تدافع كويس كان غريب جدا. لكن كان واضح قوي ان كولر عايز يهاجم مش عايز يدافع، وعشان كده هو كولر موجود مش انا اللي موجود. عشان كده كولر بيشوف التفاصيل، لدرجه ان هو قال بعد المباراه ان المساعدين في الجهاز الفني اعترضوا ليه كوكا، ما كانواش موافقين، لكنه اصر وصمم يمكن انا كنت في تحليل المباراه قبل المباراه بشوف ان جولو كانتي هو اللاعب الحر اللي بيتحرك ما بين المساحات. وكانت فكره كولر انه يستعين بكوكا من اجل كانتي فقط، شل كانتي او حصار كانتي وتحديد اماكن تحركاته كان دور مهم قوي قوي قام بيه كوكا، وبالتالي عجز الاتحاد جده وحرمه من اهم فكره، فكره انه ازاي بيتحول من الثلث الاخير للثلث الامامي الراجل اللي بيقوم ده هو كانتي. ففكره تحديد رقابه كانتي وانك تحاصره طول الوقت كانت مهمه جدا، وحرمته من انه يصنع الفرص اللي كان من المفترض يصنعها. فبالتالي كانت فكره ذكيه جدا جدا من كولر، والنجاح كوكا بتركيزه وبالثنائيات اللي قدر يفوز بيها يعني ساعده قوي قوي على انه يخرج بالشكل ده. فبالتالي يحسب لكولر انه شاف حاجه ما شافهاش حد غيره، يحسب لكولر جرأته وشجاعته ان في اختبار صعب زي ده بيخاطر وبيغامر بفكره زي دي. ودي العوامل اللي بتخليك تقول ده مدرب افضل من ده، وده مدرب يتميز عن الاخرين. فبالتالي في كل مره يعود كولر ويقول مجددا انه مدرب كبير جدا. طيب اتكلمت على مروان عطيه، هو كان رجل المباراه او مان اوف ذا ماتش، وكان كمان كهربا كان يستحقها، في اكتر من لاعب هي كان يستحقها، لكن الشناوي كمان دوره امبارح كان يعني دور مهم جدا. ده حقيقي الشناوي، يعني يمكن ذكرت في البدايه هو انا بشوفه اكثر من مجرد حارس مرمى او اكثر من مجرد لاعب داخل الفريق. والجيل ده بالتحديد من النادي الاهلي يعني يدين بفضل كبير جدا لمحمد الشناوي في كل انجازاته. وبشوف الشناوي يعني تميز عن حراس مرمى في اخر 20 سنه 25 سنه بشيء مهم جدا، ان اداؤه الكبير وفعاليته الواضحه جدا مش مقترنه بحال المنظومه، بمعنى ان حراس اخرين بيكونوا اقوياء في حال الفريق قوي، لكن الشناوي في طوال الوقت
حتى لو الفريق مهما كان اداء الفريق بالظبط بيقدر يعني نتذكر اهم محطات محمد الشناوي هتلاقيها كان الفريق واقع وعنده مشاكل. هتلاقي منتخب مصر في 2018 في كاس العالم امام الاوروغواي وغيره الشناوي افضل لاعب في الفرقه بينقذ الفريق طول الوقت، احنا حالتنا متراجعه لكن طول الوقت قادر يلعب ده. فبالتالي كانت مباراه اتحاد جده استمرار صحيح. لحاله الشناوي اللي طول الوقت بتؤكد انه فعلا يرسخ ضربه الجزاء كان نقطه تحول في المباراه مهمه جدا. هنا بيرسخ مفهوم ان الحارس نص فريق، لا الشناوي كل الفريق فعلا بالتاكيد. كانت ممكن تسجيل الهدف في التوقيت ده يعيد الشكوك تاني، يدخل الخصم تاني، لعب دور مهم جدا على مستوى يعني صاحب ضربه الجزاء كان بنزيما يعني بالتاكيد بنزيما ودي عادة الشناوي، تصدى لمودريتش قبل كده ازاي واجه سواريز، ودي ميزه في الشناوي يعني ميزه مهمه جدا. ما بيخافش الله ينور عليك العيب. الله ينور عليك دي ميزه عظيمه جدا جدا في الشناوي انه تحت الضغط ما بيخافش خالص. يعني لو لما تيجي تبص لبدايته الشناوي سئل في قبل مباراه البرتغال كانت اول مباراه ليه مع منتخب مصر لما عامل غرفه الملابس داخل عليه بيقول له تلبس ايه، فبيقول له انت هتسال الحضري او الشناوي احمد الشناوي اللي هو مش انا اللي هلعب يا ابني. فكانت مفاجاه ليه، فثم بعد 24 ساعه يقدم واحده من اهم المباريات امام كريستيانو رونالدو ونجوم البرتغال وتكون انطلاقه لمسيره عظيمه جدا، فده بيقول لك انه لا يهاب شيء، وده اللي ميزه عن منافسيه في هذا الجيل. صحيح، وفي تصريحاته زي ما انت قلت في البدايه قال ان احنا رايحين نقدم جديد، معنى كده احنا هنتجاوز المركز الثاني. ان شاء الله. توقعاتك للمباراه الجايه ايه؟ هنا بقى التحول. الاهلي اللي لعب بلا ضغوط امام اتحاد جده الان تنتقل اليه الضغوط من جديد، انك اصبح طرف مرشح. صحيح انت بتلعب فلومينسي البرازيلي فريق كبير باسماء عملاقه وتاريخ، ويبقى دائما مرشح امريكا اللاتينيه هو المرشح للصعود للنهائي امام المرشح الاوروبي، لكن بعد العرض القوي قوي 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 امام اتحاد جده والنتيجه الكبيره ممكن نقول ان الحظوظ متساويه، الضغوط متساويه على الاثنين، فبالتالي دي تخلق صعوبات، لكن انا بشوف ان النادي الاهلي قادر هذه المره انه يكون في النهائي وان يحقق ميداليه جديده باذن الله. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي ويشرف الكره المصريه. بنشكرك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ناقد رياضي سعيد علي شرفتنا. شكرا جزيلا استاذ شادي. شكرا استاذ جمال. مشاهدينا 9 صباحا موعدنا مع موجز لاهم الانباء مع لمي حمدي، تفضلي يا لمي. شكرا جمانة. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تدمير فلسطين والقضاء عليها، مشيرا إلى أن الدمار الذي أقدم عليه الاحتلال في غزة هدفه تهجير الفلسطينيين وليس القضاء على حماس فحسب. وخلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الوزارية العربية المشتركة بالعاصمة النرويجية أوسلو وبمشاركة وزراء خارجية الأردن والسعودية والنرويج، قال وزير الخارجية الفلسطيني إنه يتم بحث وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات للأهالي في القطاع بشكل دائم ومستمر، مؤكدا السعي لتفادي المجاعة في القطاع واستخدام الغذاء كسلاح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته قتلت عن طريق الخطأ 3 محتجزين إسرائيليين في غزة. وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات قامت بإطلاق النار على المحتجزين عن طريق الخطأ، وذلك خلال قتال في الشجاعية. وأكد متحدث باسم جيش الاحتلال أنه ستكون هناك شفافية كاملة في التحقيق في الحادث، معربا عن أسفه العميق على ما حدث. شهدت العاصمة الأوكرانية كييف انفجارات تردد صداها في أنحاء العاصمة عندما تصدت وحدات الدفاع الجوي لطائرات روسية مسيرة. وقال رئيس بلدية كييف إن الوحدات المضادة للطائرات تعاملت مع الموقف لدى تحليق مجموعات من الطائرات المسيرة بالقرب من المدينة. هذا وسمعت سلسلة من الانفجارات المدوية، كما دوت صفارات الإنذار على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو. أكدت روسيا أن واشنطن ستتلقى ردا مماثلا من موسكو إذا ما تحركت لاستئناف تجارب الأسلحة النووية. وقال نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف إن الولايات المتحدة أرسلت إشارات في الآونة الأخيرة بأنها لا تخطط للقيام بذلك، وشدد المسؤول الروسي على ضرورة أن تكون موسكو في حالة تأهب قصوى تحسبا للتحرك الأمريكي المحتمل لاستئناف التجارب النووية.
معتبرا أن بلاده تحكم على واشنطن بالأفعال وليس بالأقوال، وذلك على حد تعبيره. أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مشاركين في المنتدى العالمي للاجئين تعهدوا بتقديم أكثر من 2.2 مليار دولار للتصدي لأزمة اللاجئين العالمية. وخلال المنتدى الذي استمر 3 أيام، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليبو جراندي إن 7 ملايين شخص نزحوا بسبب الحرب المستعرة في السودان، كما دعا إلى اتخاذ خطوات لتجنب كوارث أزمة النازحين في قطاع غزة. رياضيا، تأهل الأهلي إلى الدور النصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الثمين على فريق اتحاد جدة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة في الدور الثاني لمونديال الأندية. سجل ثلاثية الأهلي في اللقاء علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 22، وحسين الشحات في الدقيقة 59، وإمام عاشور في الدقيقة 62، فيما أحرز هدف اتحاد جدة الوحيد لاعبه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 91. بهذا الانتصار تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لمونديال الأندية، حيث سيواجه فريق فلومينينزي البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية الاثنين المقبل، فيما سيلعب في المباراة الأخرى للدور نصف النهائي مانشستر سيتي الإنجليزي أمام أوراوا ريد اليابانية. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم مرة تانية. أحيانا في كتير من الناس والطلاب اللي هنتكلم بقى يعني بصفة خاصة بيحتاجوا طول الوقت يقووا ذاكرتهم. في ناس بقى ذاكرتهم بتختلف، في ناس ذاكرتهم السمعية أقوى، في ناس ذاكرتهم البصرية أقوى، تحديدا خلال فترة الدراسة وخلال كمان الامتحانات عشان يقدروا إن هم يركزوا كويس قبل ما يدخلوا اللجان. تقوية الذاكرة دي لازم تكون بطريقة سهلة وبسيطة بشكل مبسط عشان يقدروا يواظبوا على المذاكرة بدون ملل أو ضغط، وكمان لازم كل شخص يعرف حتى هو بيعرف يركز إزاي أو يستقبل المعلومة إزاي يا شاذلي. طيب أنت بالنسبة لك ذاكرة سمعية ولا بصرية؟ لا أنا سمعية. سمعية؟ طيب هنعرف بقى الأفضل السمعية أنت أحسن ولا أنت السمعية أحسن ولا بصرية؟ تقريبا مفيش لا سمعية ولا بصرية. طبعا عايزين نعرف دلوقتي إيه هي الطرق البسيطة والعملية لتقوية الذاكرة السمعية والبصرية بشكل عام وعلى وجه الخصوص للطلبة والطالبات، إزاي يتم تحفيزهم على المذاكرة بشكل غير تقليدي وغير ممل. ده كله هنعرفه من ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو، الدكتورة سمر كشك، استشاري الطب النفسي والصحة النفسية. دكتورة صباح الخير يا فندم. صباح الهنا. يا أهلا بحضرتك. أهلا. في البداية شرح بسيط كده للذاكرة السمعية والبصرية وأيهما أفضل كمان بالنسبة للطلبة. هما الذاكرة السمعية بتعتمد على السمع، زي سمع المحاضرات وسمع الحاجات اللي يعني الحاجات كل اللي بتسمعه. والذاكرة البصرية اللي بتعتمد على الرؤية، ان انا اقرأ حاجة اشوفها على بورد، الحاجات اللي هي انا شايفاها بعيني. وفي ذاكرة بقى اللي هي الحسية، اللي هي الحاجات اللي ايه بجمع فيها الحاجات اللي فيها سنسيتيف قوي، فيها حس قوي، دي ذاكرة حسية. بس دي الطلبة ما بيحتاجوهاش قوي قد الذاكرة البصرية والسمعية. الذاكرة السمعية أفضل بالنسبة لتجميع أكبر عدد أو قدر ممكن من المعلومات، السمعية أفضل. البصرية بتحتاج مختصر قوي، يعني عينك تاخد الحاجات المختصرة أفضل. فالذاكرة السمعية أفضل في الدراسة عن البصرية لأنها بتاخد معلومات أكبر أو بتحتفظ بمعلومات أكبر. طيب دكتورة، في بعض أولياء الأمور ما بيبقاش عندهم وعي قوي بتحديد زي ما حضرتك كلمتي نوع الذاكرة، يعني هو مثلا الأب والأم متخيلين أنا وأنا بذاكر لازم أكون أنا كنت بذاكر بالكتابة، بحفظ بالكتابة. فأنت لما بيلاقوا أولادهم مثلا بيقرأ ماسك الكتاب وبيقرأ حتى ومشغل مثلا حاجة موسيقى، مشغل حاجة، ما بيقتنعش أنه بيذاكر. في أولياء أمور تانيين شايفين أنه ما فيش حاجة اسمها كده، لازم تقعد تمسك الكتاب وتقعد تقرأ، ما فيش حاجة اسمها أنت تسمع محاضرة أو تسمع أو تقرأ عن الموضوع اللي أنت بتذاكره، مع ان الطالب بيكون هي دي الطريقه فعلا اللي بيقدر يستوعب بيها اكبر ويقدر يجمع معلومات اكتر ويفهم مش يحفظ. صح. ازاي اولياء الامور يقدروا يحددوا نوع الذاكره اللي عند اولادهم،
وأهمية ده إيه أصلاً؟ أولياء الأمور المهم عندهم أن أولادهم يستوعبوا أو يطلعوا أكبر قدر من المعلومات دي اللي بتهمه، وما عندوش مشكلة بقى هو بياخدها إزاي أو بيتجمع المعلومات دي بأي شكل. هو المهم أن أنت تذاكر وخلاص. فعنده لو فضل ماسك الكتاب حتى لو جمع معلومات قليلة، بس هو ماسك الكتاب وجمع معلومات وخلاص، أنا مش فارقة معايا إذا كان هيحفظها إذا كان هيستفيد منها بعد كده أو. فأنا بقول للأهالي الموضوع اختلف عن أيامنا. إزاي؟ كل حاجة يعني زي مثلا أنا هتكلم حاجة في العلوم، بقت المعلومات موجودة على الإنترنت مش شرط في الكتاب، يعني ممكن ياخدها من مكان موثوق فيه وألطف شوية في توصيل المعلومة، فهي عنده الذاكرة السمعية هتبقى أقوى فيسمع أكتر فهيستفيد أكتر. مش شرط أنه يبقى ماسك الكتاب يبقى هو بيذاكر، ممكن يسمع وياخد المعلومة من الكتاب الجزئية اللي تخص الجزء اللي سمعه بشكل هو فهمه أفضل لي من أنه يفضل ماسك الكتاب كل طول اليوم وما عملش بيه حاجة. في ولاد ما بتعرفش تحفظها إلا بالكتابة، وأنا بالنسبة لي طريقة حفظ الكتابة ما هيختلفش عليها اتنين، لأنها مرتبطة بإني ممكن بقرأ بصوت عالي وبكتب، فأنا شغلت عندي حاستين، حاسة السمع وحاسة البصر، أنا سامعة نفسي وبكتب مع بعض. وكمان الكتابة بتخليني أحس، دخلت معايا الذاكرة الحسية إن أنا بحس بكل كلمة أنا بكتب. فخلاص هي اتحفظت بكل الأشكال، صعب إنها تروح. النقطة الثانية اللي الأهالي لازم تعيها تماما، يخلوا ولادهم يعملوا ملخصات والولد أو البنت يعملها بنفسه. الملخص بيوفر عليه وقت كبير جدا ليلة الامتحان، وبيخليه يعني ياخد باله من معلومات التفاصيل. يعني في عندك معلومات بتبقى مفصلة في النص كده أنا ما باخدش بالي منها لأني بقرأ وخلاص، لكن لو أنا التزمت بإني بعمل ملخص عشان هحتاجه ليلة الامتحان، مش هرجع بقى للكتاب الأساسي، فخلاص أنا باخد بالي من كل سطر عشان أخد منه الكلمتين اللي انا عايزها. صحيح. وطريقه الكتابه كمان لما تكون مختلفه عن كتابه الكتب اللي هي الموحده مكتوبه كمبيوتر، طريقه الكتابه بالايد حتى لو غلطت وشطبت ورجعت كتبت كلمه تانية، دي حاجه ممكن تخليني افتكر السطر ده كان بيتكلم عن ايه. هو الاصح علميا الرسم. يعني لو علمتها برسمه معينه، لو حاجه ممكن تترسم دي بتتحفظ بنسبه 100%. أو حتى تقسيم المعلومات، يعني أحيانا في ناس مثلا في الملخصات تبقى المعلومات مكتوبة في الكتاب، مثلا لو في معلومة معينة ليها أكتر من نقطة، في ناس بتعملها برسم بياني كده بشكل مبسط. دي اسمها طريقة الشجرة. إن بالزبط. هو يعمل شجرة متفرعة كل حاجة ليها فبيفتكرها برضو، هو شغل عنده كل الحواس. وياريت اللي بيحفظ يحفظ بصوت عالي يسمع نفسه وهو بيكتب، ولو بيعمل الملخص ده هو هيرتبط بنفس الشكل. في ناس بقى بتعمل حركة تانية، ان لو عنده المعلومات كتير قوي وملخبطة بتعمل حركة غلط، انه يذاكر شوية ويقوم يعمل حاجة تانية تاخد من تركيزه ويرجع تاني يذاكر كده، فقط 80% من المعلومات اللي خدها قبل الحاجة دي. نفصل شوية عشان نرجع تاني يفصل بحاجة ما فيهاش لا معلومات ولا فيها تركيز ولا فيها حاجة، ممكن يقوم يجري في مكانه ويجري على الجراية يتمشى شوية، لكن ما ياخدش حاجة مثلاً فيها تركيز. يلعب رياضة ما فيش مشكلة، يعني وياخد شوية مثلا 30 دقيقة لا يذاكرهم، ياخد 25 دقيقة وخمس دقايق راحة. لو ما بيعرفش يعمل كده ممكن ساعة وياخد 10 أو 15 دقيقة راحة. بلاش الشوية اللي هياخدهم يعمل فيهم حاجة فيها تركيز قوي. ممكن يسترخي، يغمض عينيه، يستحسن قبل ما ينام وقت القيلولة أو بالليل، لأن أما تريح المخ وهو لسه واخد معلومة بيفضل المخ يعيد ويكرر المعلومة، آخر معلومة واخدها قبل الاسترخاء. فلقوا الناس اللي بيسترخوا بعد معلومات قوية أو كتيرة أخدوها بياخدوا بنسبة 80% من المعلومات اللي ذاكروها قبل الاسترخاء. الدراسة التانية اللي اتعملت مع ناس عملت حاجة عايزة تركيز قوي بعد ما ذاكر شوية، لقوهم خدوا 10% بس. فالجاب كبيرة، فانت خلاص ناوي تذاكر، فبلاش اضيع التعب الساعة او نص ساعة اللي انا ذاكرتها، استرخي، اغمض عيني، اعمل اي حاجة بحيث ان انا اكون قاعد هادي، اشرب حاجة وانا قاعد ساكت، بحيث ان المعلومات يعني انا بعتبرها زي ساعة الرمل، اقلبها وتسيبها تنزل لغاية للاخر. لو فضلت تخض في ساعة الرمل دي ما هتضيع المعلومات، هي بالظبط انا حاسة المعلومة شكلها كده. طيب جمانة كانت طرحت اشكالية مهمة جدا، في ناس بتذاكر
ومشغله بقى مزيكا او في دوشه او في حد بيتكلم حواليها وبيقولوا ان احنا بالفعل بنذاكر، هل في ذاكره ايا كان نوعها بقى، سمعيه بصريه حسيه، تقدر تشتغل وتجمع معلومات وتكون فعاله بالفعل في ظل الدوشه والمزيكا والاغاني والصخب اللي ساعات بيحصل؟ في ناس بتذاكر وفي خناقات جنبها عادي جدا واخواتهم بيتخانقوا، وفي ناس تحب تذاكر في الاماكن العامه، تحبش تنزل تذاكر. قصه تانية، انا كنت بذاكر لازم اقفل كل حاجه، بتبقى محتاجه مجهود طبعا مضاعف طبعا، لان هو المخ تركيبته مش محتاج مشتت، هو عايز يبقى الدنيا هاديه على قد ما تقدر. ممكن المزيكا دي في حاله واحده، ان انا لو بعمل اي حاجه فيها حل معلومات، يعني حاجه زي الماس، الرياضيات، الفيزياء، اللي هي الايه اللي فيها معادلات اوريدي انا حافظ المعادلات بحطها، دي ممكن اذاكر على حاجه مزيكا هاديه ما يكونش فيها برضو كلام او اغنيه او حاجه فيها كلام يشتت انتباهي، لان هو بيلاقي نفسه. بنشوف يعني بعض المدرسين يا دكتور بيقلبوا المنهج لاغنيه، هي دي كويسه في حالات ان انا يعني هو بيدور على اكبر قدر من الحاجات المرفهه للطالب علشان يديله المعلومه بيها، او اسرع طريقه لتوصيل المعلومه بحيث انها تثبت في راسه. فلقوا ان الولاد بيحبوا الاغاني وطريقه النغمات او الحاجات اللي زي الشعر كده مرتبطه ببعضها، فقال لك اعمله بنفس السياق علشان ترتبط معاه بالاغنيه دي وما بقاش عنده مشكله في الحفظ. لا ما فيش مانع، بس انا بقول على انه يسمع مشتت مختلف عن اللي هو بيذاكره. يعني اذا كان بيذاكر مثلا عربي ما ينفعش يسمع اغنيه وهو بيذاكر عربي وبيحل عليه وبيذاكر نصوص وقراءه، يعني صعبه. طب القدرات الفرديه يا دكتور، يعني في ناس، انا عن نفسي كنت اعرف حد معايا مثلا وانا في الجامعه، كان الولد ده انا فاكره كويس قوي كان عنده ذاكره بصريه كانت قويه جدا، يعني كان حتى هو نفسه بيقول على نفسه ان عينه كاميرا، لكنها كاميرا ما شاء الله، يعني هو كان بيشوف بيبقى حافظ المعلومه دي كانت في صفحه كام، في انهي باراجراف في الصفحه بالظبط، هو بيشوف الصفحه بيحفظها. في ناس عندها قدرات فرديه، دي القدرات دي ممكن تحدي يقويها، ممكن تبقى مكتسبه، ممكن تضعف مثلا مع الوقت، ايه اللي بيبقى ايه وضعها القدرات الفرديه؟ هو اهم حاجه ما يستهلكهاش قوي، او ما يستهلكهاش في الحاجات اللي ملهاش لازمه. لو هو عنده القوه دي يحافظ عليها في الحاجات اللي هتفيد نفسه ويفيد بيها الناس. القدرات الفرديه دي لما الاقي ابني عنده حاجه زي كده ادعمها له وابين له اللي هو عنده حاجه فريده من نوعها وحلوه، وان انت لازم تنميها وتكبرها. المشكله بقى ان هم ممكن اهالي تستهلكها، طب شوف لنا الورقه دي كده، طب احفظها، طب جرب لنا كده، انت بتستهلكه في الفاضي. ما هي ساعه معينه من الذاكره، صعب ان هو انت بتدي له حاجات ملهاش لازمه انه يحفظها. صحيح. فخليه ياخد الحاجات اللي ليها لزوم، وبعدين يبقى بقى ايه دي حاجه ده اكسترا بقى، ما تلزمهوش انه يحفظ. طيب في بعض الناس بيقولوا ان هم بيذاكروا بهذه الطريقه ليله الامتحان بس، وفي النهايه بنشوف نتيجه مبهره، يعني بيجيبوا امتياز، هل هل في ناس كده فعلا، ولا دول بيذاكروا من اول السنه وما بيقولوش؟ لا، هي في نسبه تحصيل طبعا، الناس مختلفه بنسبه التحصيل عن بعض، ممكن حضرتك تذاكر نص ساعه تحصل اللي انا بذاكره في 10 ساعات. هتجيب امتياز مثلا؟ ممكن لو هو تحصيله وقدرته عاليه، هو على حسب نسبه التحصيل، ممكن اقرا صفحه افهمها اسرع، او احفظ اللي فيها المعلومات اللي هي اللي تفيدني اسرع، او مخي بيعرف ينظم المعلومه بشكل اسرع. ففي ناس مبهره فعلا، يعني في ناس بتفتح الكتاب لمده نص ساعه بيعمل لناس تانية بتعمله في يوم كامل، بيبقى عنده التركيز عالي شويه. فانا برضو بقول للناس اللي عندها نسبه الاستيعاب قليله، هو ده مش عيب او حاجه بنوبخك بيها، لا، هو انا بقول له ان حاول بقدر الامكان الشويه اللي انت عايتهم ما تشتتش انتباهك في حاجه تانية. يعني اوقات بتذاكري مثلا لطفل تكلمه في الصفحه اللي هو بيقرا فيها يقول لك ايه، هو الكرتون اللي انا بحبه جاي الساعه كام، بيكلمك في حاجه تانية خالص ملهاش علاقه بالموضوع. فهو اللي عايز يستوعب معلومه باسرع وقت ممكن يركز فيها هي بس. يعني بلاش المشتتات. طب اللي انا بعملها. طب اقول له الكرتون جاي الساعه كام ولا ازعقله؟ انا بتكلم بجد. اقول له. بس ده يكون بقى ايه، طب انا اقول له المعلومه وهفتح لك الكرتون بس خلص دي، او استوعب معايا دي. طب لو حليت الواجب اعملها له بقى، انا طالما هو مهتم بيه قوي كده وشاغل جزء كبير من راسه، انا اديها له كمكافاه.
علشان يبقى خلاص حفزته ان انت هتشوف اللي انت مشتاق له قوي ده، حفزته ان هو هشوفه بس بعد ما يخلص اللي وراه. لكن طول ما انت متشتت انا مش هفتح التلفزيون اصلا. طب دكتور، الناس اللي عندها بيبقى زي ذاكره وقتيه كده، بمعنى ان في ناس فعلا بتحصل بسرعه جدا قبل الامتحان وبتحقق نتيجه كويسه جدا، بس اول ما بيخرج من الامتحان هو ناسي تماما اي حاجه ذاكرها او عارفها او حصلها. بقت سريعا يذهب سريعا وهي الحاجات دي جت وراحت. يعني ما لهاش علاقه بالتحصيل؟ يعني هل شخص، هل سرعه التحصيل ليها علاقه بثبات المعلومه؟ لا، هي ليها دعوه بالنيه، ان انا ناوي اصلا اذاكرها واحفظها ولا ناوي اخدها لوقت الامتحان وارميها. يعني انا كنت بقعد مع والدي، دي حاجه حد ممكن الشخص ممكن يتحكم فيها؟ اه طبعا، انت اما بتذاكري بتكوني عايزه، انت انا عايزه افهم، انا عايزه احفظ. انا كنت بقعد مع والدي الله يرحمه بيقول حاجات كان بياخدها في اعدادي، طب هو فاكرها ازاي؟ لانه ذاكرها ناوي انها تترسخ عنده، عجباه، او انه نفسه يتعلم. انا عايز اوصل مع اولادي ان هم مش عايزين ياخدوا شهاده وخلاص، انا عايز اوصل معاهم ان هم الشهاده دي انت بتاخدها ليه؟ مش عشان تبقى متعلم وانتهينا، لا، انت بتاخدها علشان يبقى لك مكان ودور في المجتمع. المتعلم ده ربنا امرنا بالعلم وامرنا بالقراءه وامرنا بالتعلم، وانها يعني لازم ان انا افضل طول عمري اتعلم، والتعليم ملوش نهايه. لازم الولاد يفهموا ان هي مش مرحله كمان وتخلص، لا، انا بذاكر بنوي اللي انا باخده ده يفضل معايا، مش عشان ادخل الامتحان وانتهي منه. انا عايزه اكمل عليه، مش دراسة وانتهينا. زي الولاد اللي عندهم نهم، في ولاد العكس بقى عندهم نهم للدراسة أكتر، ولا أنا عايز أخد لغات وأخد الحاجات دي. هو إيه اللي بيخليه يتفوق ويبقى متميز؟ إنه هو عايز بتاعه. هو مركز على إنه هياخد المعلومة دي مش هينساها. هو مرتب دماغه على كده. عظيم جدا. إزاي اشتغل على تقوية الذاكرة سواء كانت السمعية أو البصرية أو حتى الذاكرة الحسية؟ في شوية تمارين كده بيعملها الطالب، أولا يعني بعد أي مشتت عنه، وخصوصا الموبايل. يعني الموبايل لو أنا هسيبه مفتوح وبيجي لي رسائل أو بيجي لي إشعارات من أي حاجة، يا ريت أقفله وأبعده عن إيدي خالص، أو أطلعه بره الأوضة اللي أنا بذاكر فيها. الإضاءات اللي بيحبها كل واحد، يعني أنا لو بحب أعمل في حاجة برايت قوي أو حاجة إضاءات خافتة، أنا بهيئ لنفسي المكان بحيث أن أنا أركز. بلاش النوم على السرير لأنه بيضعف الذاكرة أساساً. أنا متأهب للنوم، أو ده مكان نفسياً عندي ومترسخ أنه هو للنوم، فما بقعد عليه أنا ببقى في حالة استرخاء، فما ببقاش في قوة نشاطي، فالذاكرة مش هتشتغل بقوتها. في حاجات بقى اللي هي ايه، بذاكر شويه واقوم شويه واسترخي بعدها، دي شويه تمارين بعملها، مش هقعد وان شوت ان انا اقعد ساعه على بعضها او ساعتين، مخي مش هيقدر يستوعب. نيتي وانا داخل اذاكر زي ما قلنا من شويه ان انا عايز اخد المعلومه عشان استفيد منها بعد سنين. يعني ما هي زي مثلا انا جايه بحضر حاجه، لو انا هستفيد منها الوقت مثلا الكلمتين اللي انا هقولهم وامشي، او اني عايزه فعلا استفيد، فنيتي ان انا عايزه استفيد وعايزه المعلومه دي تثبت عندي، دي اللي بتخليني اذاكر بتمعه. الكتابه مهمه جدا جدا فوق ما اي حد يتخيل. بعلي صوتي وانا بذاكر، بعمل بالرسم. يعني عملوا مجموعه من الناس الكبيره في السن اللي هم بينسوا اصلا بعد سن معين، ومع شوية شباب ادولهم نفس المعلومات، الكبار ادولهم المعلومات بالرسم، يعني هم اللي يرسموا 15 كلمة. أنا كنت متخيل موضوع الرسم ده للأطفال. لا أبدا، أنا برسم، أنا أوقات أما كنت في الكلية أما كنت برسم حاجة جنب السطر اللي أنا عايز أحفظه، أنا كنت بفتكر بالشكل ده. حاجة ملهاش علاقة بالمحتوى؟ ممكن، والأفضل يبقى ليها علاقة. يعني لو تنفع يبقى لها علاقة يبقى يا ريت، لأن هم ما عملوا التجربة دي على الناس، ادوا لهم 15 كلمة وقالوا لهم احفظوهم، ورسموه الكبار رسموهم والصغيرين حفظوهم بالكتابة. لقوا الكبار افتكروا أكتر من الصغيرين، لأنها أنا ترجمت الحاجات دي بحاجات ملموسة حساها وشايفاها في الدنيا، فخلاص هي اترسخت عندي بشكل معين ما تنفعش تتنسي. غير أما أقعد أقول إيه، أكررها أكررها أكررها. أما بتكررها بتحفظها، بس ممكن لأجل قصير. عايزة الأجل طويل أعملها ببلدي كده بأمارة.
يعني دي انا كنت فاكرها في علامه دي حاجه ده في ناس بتفتكرها باماره ما كنت قاعد مع بابا وقال لي ودخل عليا الفيلم. في ناس بتفتكرها كده. فالمعلومات لما بتبقى كبيره قوي وخصوصا الناس اللي بتذاكر حاجات اللي فيها ساينس وكيمستري وحاجات اللي هي فيها ايه معلومات وتجارب ورا بعضها وحاجات مترتبه على بعضها، لو كل ستيب عملها بعلامه معينه وافتكرها بيها هيفتكرها بالترتيب عن تجربه. والله انا كمان يا دكتور عن تجربه، يعني انا كنت ما كنت بذاكر الحاجات دي فعلا كان لازم فعلا ابقى معلمه الحاجه يعني باي علامه او باي حاجه بقى ايا كانت يعني. طيب بما ان حضرتك ذكرتي ان الناس الكبار بقى كان بعيدا عن الطلبه، الذاكره بشكل عام ليها علاقه بايه؟ ليها علاقه مثلا بمهارات فرديه، ليها علاقه بانه طبيعه جسم، ليها علاقه بجينات، ليها علاقه بتغذيه، ليها علاقه بايه؟ بكل حاجه حضرتك قلتيها. في الحاجات الوراثيه والجيناتك والحاجات دي، وفي حاجات بتيجي مع تقدم العمر هو حاجه ملوش ذنب فيها. وفي حاجات بتبقى من قله التغذيه، اكلات معينه هو لازم ياخدها علشان تقوي الذاكره ما بياكلهاش. في ولاد ضعيفه اصلا جسمانيا ضعيفه ومش مركزين على الحاجات اللي تبني جسمهم وتبني عقلهم، فطبعا تضعف الذاكره. في ناس بتقول ايه يعني ممكن ياخدوا ادويه؟ طبعا ومكملات غذائيه وحاجات كتير قوي قوي ممكن تخلي الواحد يعني فايق اكتر. وفي ناس بقى تقول لك ايه، لا انا من النوع اللي ايه بسرعه كده اقرا المعلومه وباخدها. لو اعتمد على كده هو ذاكرته فلتت، هو ممرنهاش. بس ان هي حتى الذاكره مش متعلقه فقط بالمعلومه يا دكتور، يعني الذاكره حتى والتركيز في الحياه اليوميه، يعني حتى في الـ في الـ في الـ في الاعمال اليوميه، او لو حد عنده حاجه، عنده مشوار، عنده اي مكان. في ناس بجد بتنسى، وعلى فكره شباب صغيرين مش كبار. بتنسى ليه؟ انت بتحطي كل المعلومات مع بعضها. هو انت عندك ساعه ذاكره زي الموبايل كده، اما بتديله معلومات كتير قوي بيبوظ ويهنج ويقول مش فاهم، انا اديني تنظمي لي واديني الحاجات المهمه. فتنظيم المعلومات بترتيبة معينة وعمل جدول لنفسي أنا أفهم منه المعلومة، أنا عايزة المعلومة دي دلوقتي ركز عليها، أنا اللي بدي الأوردر. ما هو زي الكمبيوتر، أنا بدي له أوردر أن أنا عايزة المعلومات دي بتاعت الصبح، بلاش أخد المعلومات اللي عندي بتاعت الظهر والصبح والمغرب والعشاء وأنا هنزل بالليل وهروح فين وهجيب إيه واشتري إيه. في حاجات أكتبها في نوت عشان أريح راسي منها، الحاجات اللي هي البسيطة، المعلومات اللي هحتاجها دلوقتي هي اللي ركز عليها، بلاش كله مع بعضه. لاني انا عندي ساعه ذاكره واحده ما فيش حاجه بتكبرها، يعني انت عندك هو مخك شويه خلايا، ما فيش حاجه هتكبر الخلايا دي. شيء بشيء يذكر يا دكتوره، وجمانه بتسال حضرتك عن الحياه اليوميه، بنسجل بعض الناس على التليفون، محمود تبع محمد اللي قابلته قدام مسبيرو يوم الاحد. فنبتدي نشتغل على الادويه. الناس دي بقى اكيد محتاجه مقويات، محتاجه فيتامينات. هو كده كده احنا محتاجين فيتامينات لان احنا ما بناكلش صح. ايا كانت الفئه العمريه. احنا كده كده محتاجين فيتامينات، او محتاجين ان احنا نغير اللايف ستايل بتاع الاكل بتاعنا. يعني هو اصلا كده كده في حاجات كتير قوي قوي احنا موقعينها من حساباتنا ما بناكلهاش خالص، او يقول لك ما بحبش الخضار، ما بحبش السلطه، ما بحبش كذا، ففي حاجات بتقع مننا فناخدها مكملات وباستشاره الطبيب طبعا. النقطه الثانيه ان انا ما احطش 90 مهمه واقول انا مش فاكر. اللي حضرتك ذكرته بكتب فلان اللي مش عارفه، لاني انا اساسا هو مانس ان هو يمشي انا هنساه، لاني مش متابعه معاه، مش بشوفه كل يوم. فاكيد هنساه يعني مع احداثي اليوميه. يعني ده مع الناس ده مش ضعف ذاكره، لا هو هنساه، لان دايما التكرار يعلم الشطار. انا بكرر الشخص ده بشوفه كل يوم فاكيد هفتكره، لكن لما يلاقي بقى ان هو بيشوف الشخص ده على مدار الاسبوع مثلا مرتين ثلاثه وبينساه، لا دي ستوب بقى من اول السطر لما في حاجه مش مظبوطه. لكن ما شفتوش بقالي سنه ونسيته وزعلان، لا هو لازم هتنساه لانه مش متكرر. وقتنا بيخلص، اظن يعني المقاطعه طبعا. اهم الفيتامينات او الادويه اللي ممكن حد ياخدها، شخص ياخدها عشان يقوي ذاكره او التركيز، لا كل واحد لازم يستشير طبيبه، لان في ناس ممكن ما تنفعش معاها، مرضى ضغط عالي، مرضى ضغط واطي، مريض سكر، فلازم ويشوف اللي هو بياكل ايه اصلا. يعني بنبتديها بالحاجات الطبيعيه الاول وبعدين ابقى ادخل الادويه، لكن ما ادخلش الدواء للناس عامه. ما ينفعش كل الحاجات اللي تنفعني ما تنفعكيش. بنشكر حضرتك يا فندم، شرفتينا ونورتينا دكتوره سمر كشك، استشاري الطب النفسي والصحه النفسيه. شكرا جزيلا ليكي. اشكر حضرتك. شكرا يا دكتور.
شاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل ما تبقى من فقراتنا في صباح الخير يا مصر. دلوقتي مشاهدينا هنتابع جولة في الصحف الإعلامية وزي تناولت الجرائم اللي بترتكبها قوات الاحتلال في غزة، طبعا مع احتدام وتصاعد الخلاف ما بين نتنياهو وبايدن، واللي بدأ طبعا يلقي بظلاله على قرارات الناخبين في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. خلينا نروح مع حضراتكم لقراءة وافية ونعرف تفاصيل أكتر عن تناول الصحف الدولية للأحداث مع الكاتب الصحفي صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية هنبدأ معاك مع نيويورك تايمز اللي نشرت صور تم التقاطها بالأقمار الصناعية بتظهر جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني ألحق أضرار ودمر 6 مقابر في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، وده يعتبر جريمة حرب في حق الأحياء والأموات. يعني خلينا نتكلم عن هذه التفاصيل حسب ما كتب في هذا المقال وفي هذه الجريدة. صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. طبعا هو جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية لا تتوقف عند الأحياء، بل امتدت للأسف الشديد إلى الأموات وشملت المقابر التي يعني تعد في كل الأديان السماوية مقدسة ويحظر الاقتراب منها. لكن طبعا أمام ما يجري في قطاع غزة من اعتداءات مستمرة على المدنيين وعلى السكان الذين دمرت منازلهم، أكثر من 80% من مساكن غزة تم تدميرها تماما، المستشفيات تم تدميرها، فلا عجب أن تمتد أيادي التدمير إلى المقابر، حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز يعني تحليلا لصور الأقمار الصناعية ولقطات بالفيديو أكدت أن القوات الإسرائيلية دمرت مقابر خلال توغلها في شمال قطاع غزة. الصحيفة أشارت إلى أنه تم تدمير 6 مقابر على الأقل، ويعني نشرت صورا لهذا التدمير وأشارت إلى أنه يعني هذا الدمار شمل مقابر كانت سليمة. ووفقا للصحيفة طبعا هذه جريمة حرب مكتملة الأركان تضاف إلى جرائم الحرب الإسرائيلية التي يعني منذ أحداث يعني منذ أكثر من 70 يوما، وهي تمارس جرائم حرب مستمرة ومتمادية، وهناك الكثير من هذه الجرائم، فيضاف إليها الآن يعني مسألة تدمير المقابر على رؤوس الذين سكنوها من الأموات. طيب أستاذ صلاح، هل ما زالت قوات الاحتلال بتواصل التفكير في فكرة التهجير القسري ورغم الصمود المصري؟ يعني احنا لسه في نيويورك تايمز برضو تحت عنوان الآلاف فروا من غزة بيشكلوا ضغط على الحدود المصرية، وأكدت الجريدة أنهم لا يستطيعون العبور إلى مصر لأن الحدود محصنة وبشدة. هو طبعا الجرائم الاحتلال الإسرائيلي أيضا يضاف إليها مسألة التهجير القسري، وهي ضد القوانين والأعراف الدولية التي يعني الأمم تعرفت عليها بعد الحرب العالمية الثانية. تحديدا هناك قوانين للحروب، وأعتقد أنه جريمة التهجير القسري التي ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلية تعمل على إجبار الفلسطينيين على النزوح رويدا رويدا، والآن وصلوا إلى منطقة رفح، وهناك استهداف بالفعل للفلسطينيين ومحاولات متكررة لتهجيرهم. وطبعا مصر وقفت أمام هذه المخططات منذ اليوم الأول ومنذ إعلان ذلك من جانب إسرائيل. أعتقد أن القيادة المصرية كانت صارمة في هذا الاتجاه ورفضت تماما مسألة تصفية القضية الفلسطينية أو مسألة إجبار الفلسطينيين على التهجير القسري من قطاع غزة إلى مصر، وقالت أن هناك خطا أحمر للحدود المصرية لا يجب أبدا أن يفكر يعني مجرد تفكير في الاعتداء على الحدود المصرية، لأن مصر لن تسمح بذلك. وبالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار وأكد عدة مرات سواء
في المؤتمرات الصحفية أو من خلال لقاءاته التي عقدها مع القادة أو الاتصالات التي أجريت معه أو تلك التي أجراها، أكد على هذه المفاهيم وأكد أن ثوابت مصر مستقرة في هذا الاتجاه وأنه لا يمكن السماح بتهجير قسري للفلسطينيين وأن تصفية القضية الفلسطينية أمر مرفوض تماما بالنسبة للإدارة والقيادة المصرية. فأعتقد أن هذا المنهج لن تنجح إسرائيل ومصر تقف أمامه بكل صلابة وكل قوة، ولن يسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين تحت أي ظرف وتحت أي مسمى. طيب أستاذ صلاح، في نفس الموضوع يعني من خلال معايشة من داخل غزة بجريدة ديش بيجل الألمانية، معروف أن ألمانيا من أكثر الدول الداعمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في عنوان جولة في الجحيم مع الجيش الإسرائيلي في غزة. المراسلة بتقول لا نرى فقط الأنقاض والمباني والدبابات كما كان الحال، اليوم ولأول مرة سنرى أناسا لاجئين حقيقيين. هو طبعا الأمر ليس مستغربا، احنا يعني دلوقتي داخلين في الشهر الثالث على التوالي، هناك بالفعل مأساة إنسانية يعيشها السكان داخل قطاع غزة. ديريش بيجل يعني عندما أشارت إلى هذا الموضوع لم تأتي بجديد، لأنه الموضوع منذ بدأت الحرب على قطاع غزة بعد عملية 7 أكتوبر والقوات الاحتلال الإسرائيلية لا تفرق بين الأطفال والنساء، ورأينا أكثر من 17 ألف شهيد حتى الآن، إلى جانب أكثر من قارب عدد المصابين أكثر من 52 ألف مصاب، المساكن التي دمرت أكثر من 80% من حجم القطاع، أصبح الناس الآن في العراء مع هذا الشتاء وهذه الأمطار. فالمأساة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، المستشفيات الآن أصبحت غير قادرة على استيعاب هذه الأعداد الهائلة من المصابين والجرحى الذين يعني المستشفيات عجزت تماما عن استقبالهم، ناهيك عن أيضا افتقار قطاع غزة إلى وسائل الإعاشة البدائية حتى، فالسكان لجوا الآن إلى يعني الخيام، لجوا الآن إلى استخدام الحطب واستخدام الأدوات البدائية في إعداد بعض ما تبقى من الطعام لأولادهم. فأعتقد أنه حجم الدمار شامل السيدات والأطفال، 80% من حجم الذين استشهدوا هم من الأطفال والنساء، فده بيدحض المزاعم الإسرائيلية التي يعني تقول بأنهم يهاجمون حماس أو يهاجمون المقاومة الفلسطينية. لا، الآن القتلى والجرحى هم من الأطفال والنساء، فأعتقد أن العالم بأسره يشهد ما يجري على أرض قطاع غزة من استهداف للمدنيين، استهداف للأطفال، وبالأمس شاهدنا استهداف للصحفيين. أعتقد أنه حتى زميلنا المصاب المصور الذي ترك بدون أي إغاثة لمدة 5 ساعات أو 5 ساعات ونصف دون أن تسعفه سيارة إسعاف أو أي، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلية كانت تحاصر المكان الموجود فيه، فطبعا قضى بالرغم من أنه كان مصاب كان يمكن أن يعالج، لكن طبعا هذا تمادي في استخدام القوة والإفراط في استخدام القوة على هذا النحو، أصبح العالم يشاهده وأصبح على مرأى ومسمع من العالم بأسره. طيب أستاذ صلاح، هنروح مع حضرتك لول ستريت جورنال، فيما يبدو أن نيرانهم انعكست عليهم مع مقتل 3 من الجيش الإسرائيلي، بما قالوا أنه نيران صديقة. بنقرأ في الخبر ده أن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري قال ان الجيش الاسرائيلي قتل 3 من الرهائن عن طريق الخطأ بعد ان ظن انهم يشكلون تهديدا. عايزين نفهم بس الكلمه دي ما معنى ان يشكلوا تهديدا، وهل يعكس ده تخبط في الجيش الاسرائيلي من وجهه نظر؟ هو طبعا ده بيعكس زي ما حضرتك اشرت تخبط شديد في مواجهه الموقف، لانه 3 من الرهائن لا نعلم ظروف فرارهم، هل فروا نتيجه قصف المناطق التي كانوا موجودين فيها. هناك تخبط حتى في البيانات التي تصدر بخصوص هذه الواقعة تحديدا، لكن طبعا هو الموضوع كان ملفت، وجيش الاحتلال الإسرائيلي أشار للمرة الأولى أنه تم يعني قتلهم بالخطأ 3 رهائن، اعتقد الجيش الإسرائيلي أنهم يشكلون تهديدا على القوات الموجودة في هذا الموقع. اعتقد أنه المسألة تم نقل طبعا الجثث إلى داخل إسرائيل لفحصها، تم الإعلان
عن شخصيتين، والشخصية الثالثة عائلات رفضت الإعلان عن الاسم حتى يعني ده شأن يرجع لهم. لكن طبعا بالأمس كانت هناك فضيحة داخل إسرائيل، يعني أهالي الأسرى لدى القوات المقاومة خرجوا أيضا بمظاهرات، أعتقد أن المظاهرات ستشتد اليوم لأنه اليوم يوم راحة داخل إسرائيل. فأعتقد أنه النهاردة حتى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال أنه يشعر بالحزن على هؤلاء، يعني ولا يشعر بالحزن على أكثر من 17 ألف استشهدوا جراء العملية العسكرية. فأعتقد أنه هذا التخبط داخل الجيش الإسرائيلي هو نتيجة فعلية لهذا العدوان القاسم على قطاع غزة، إلى جانب أنه خسائر الجيش الإسرائيلي نفسه لا يتم الإعلان عنها بشكل مباشر وبشكل صريح، ونعلم عنها بمحض الصدفة أو عن طريق التسريبات التي تأتي من الصحف الإسرائيلية أو وسائل الإعلام التي تشير إلى أن حجم الإصابات داخل المستشفيات حجم كبير قياسا بما يعلن من جانب الجيش الإسرائيلي. يعني صحيفة آرتس يعني منذ يومين أشارت إلى أنه عدد المصابين الذين يصلون إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج من الجنود الإسرائيليين يعني أكثر بكثير مما يعلن من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية. فهناك تخبط بالفعل في هذه الأعمال، وهناك بالفعل بعض الأعمال غير المعلنة، إلى جانب أنه يعني العملية العسكرية نفسها حتى الآن يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي في مأزق لأنه لم يحقق الأهداف الحقيقية التي أعلن عنها منذ بداية هذه العملية. نعم، نشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، نشكرك يا فندم جزيل الشكر. بكده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا مع حضراتكم، بنشكر حضراتكم طبعا على المتابعة. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.